بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعاً برحب بكل أطباء الكلى في كل مكان، وبرحب بالأطباء اللي معنا الوقتي. يعني النهاردة على موعد خارج الأجندة أستاذنا الدكتور محمد صبح، طبعاً هو السلسلة اللي بيقولها اللي هو تبسيط النيفرولوجي لكل الناس، بيستفيد منها الناس المبتدئين والناس الشيوخ الأطباء، كله بيستفيد من خبرة الدكتور صبح. وهو بدأ سلسلة من الحلقات السابقة على الاسسمنت اوف كيدني ان هيلث اند ديزيز، وده ختمها، وهو اختار عنوان جميل جدا جدا للكيدني بايوبسي ذا باك بون اوف كلينيكال نيفرولوجي. انا مش عاوز اخد من وقت استاذنا العلامة الدكتور صبح اكتر من كده، وهسيبه مع حضراتكم. اتفضل دكتور محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا هتكلم في موضوع مهم جدا، إن هو kidney biopsy the backbone of clinical nephrology. طبعا لما تسمع محاضرة على kidney biopsy تتوقع إن محدودة، يعني هتبقى في حدود ربع ساعة نص ساعة kidney biopsy. إنما خد بالك أنا in backbone of clinical nephrology، يعني هنخش في أعماق كتيرة، وبالتالي جهز نفسكم محاضرة طويلة، يعني نجهز نفسنا إن نقعد مدة طويلة، لأن إحنا خشين من خلال الكيدني بايوبسي بنخش في حاجات كتيرة في الكلينيكال نيفرولوجي. نبتدي أول حاجة أول حاجة أقول إن المحاضرة دي هتكلم هغطي أربع نقاط. نمرة واحد، زي ما أنتم متوقعين الindication to perform a renal biopsy، وبالتالي a contraindication. نمرة اثنين، to description of the procedure of kidney biopsy and method of tissue preparation. خدت نسيج عام بي اي، وده شيء لازم يكون عارفه كلينيشن برضه، لنا جزء منه. بعد كده طيب demonstration of the manner in which biopsy specimen are interpreted. ازاي انا طبعا انت مش هتشان باثولوجيست، انما انت ككلينيكال نيفرولوجي لازم اما تقرا التقرير بحروفه، مش مجرد final diagnosis، لازم تحس بيه وتحس بيه وتبقى فاهم كل كلمة، لأن ده بتساعدك في المانجمنت of your patient. لازم تبقى عارف الكلمة دي جات ازاي، ازاي هو interpreted التشو ده واداني diagnosis اعتمادا على light microscopy, electron microscopy and immunohistology. بعد كده بدي أهم حاجة بقى description of the clinical pathologic integration. أنا دلوقتي معايا تقرير باثولوجي ومعايا كلينيكال ولابراتوري داتا، هستفيد فيها ازاي تو مانج ماي بيشنت. اوكي، ليت اس جو. فيرست، وي نو ذات بيركوتينيوس رينال بايوبسي از سيف، وبالتالي سيف ده يعني ايه؟ ما بقاش عندنا هلع ورعب ان عيان محتاج كيدني بايوبسي ابقى متردد. العيان انا دوري ان انا ما بقاش خايف واحوش الخوف من جوه العيان، اقول له ان دي سيف and reliable technique in the hand of experienced operator. طبعا مش اي حد يحط ابره في كيدني ويديني تقشر، لازم يكون عنده ايه experienced operator. So it is safe. The most common complication، بنخش بها من البدايه على طول كده، لان دايما سيف يعني عكس كلمه خايف. خايف، طب ايه هي المشاكل المخوفاك؟ نخش فيها من الاول كده عشان نخلص منها. فبنقول إن the most common complication is variable grades of bleeding. يعني مش معنى bleeding يعني عن نزف يعني ضاع مني، لا، ده variable grades which occur in the majority of patients. إن أنت بتحط إبرة، يمكن بتحط إبرة بتاخد venous sample، بتحط إيدك على vein عشان ما حصلش bleeding، إنما أنت puncture deep in the abdomen of the patient. So inevitably في شوية bleeding.
انما غالبا البليدنج ده بيبقى بسيط وبيبقى ابزورب وبيبقى اختفي. بيبقى في variable grades of bleeding which occur in the majority of patients, معظم العيانين او كل العيانين. If they are studied carefully after biopsy using ultrasonography and CT, يعني لو كل عيانين عندهم biopsy لازم هتلاقي شويه bleeding, نقطه نقطتين, شويه صغيرين, كبار كبار قوي, ماشي. بس it is not routine ان احنا نعمل كده. هو مفضل انك تعمل ultrasound عشان تبقى انت بالك مطمن وانت ماشي ومروح سايب العيان مع assistant. However, as I said, the bleeding is self-limiting and rarely require operative intervention or blood transfusion. So it is safe. وكلمة bleeding ما تخوفناش. طيب ليه الدراسة هي كان فيها 5500 percutaneous renal biopsy ودي reported. The rate of complication including need of blood transfusion, كل حاجة بقى بما فيها احتياج ل blood transfusion ونفرك او حصل نفركتومي او puncturing other organs. ساعات انت بتاخد كده biopsy تيجي تحطها تحت الشريحة تنتقى liver, ساعات تنتقى even شفنا حالات احيانا intestine كمان, طبعا ده rare وما يجبش ان يحدث. A puncture of an other organ or presence of a clinically evident hematoma, هيتومة كبيرة بقى حوالين الكدني. الحاجات دي كلها كانت تقريبا 2.1%, بس ما كانتش ايه, نادرا ان ما يكون لايف ثريتنينج. ففي الستادي دي ان اوفر اول مورتاليتي واز ابروكسيمتلي 1 في 1000 إلى 2 في 1000 مورتاليتي, which is comparable to that reported in percutaneous liver biopsy and coronary angiography. ليل نهار الناس قاعده تعمل coronary angiography وواحد ل 2 في الألف ممكن يموت, ما بيقولش نوقف بقى coronary angiography, لان في الجانب الاخر انت انقذت حياه اعداد كبيره من الناس وريحت اعداد كبيره من الناس بانك عملت الانجيوغرافي او ليبر بايوبسي او كيدني بايوبسي. فما يجبش ان احنا نفزع من هذا, يبقى ده سبب ان ما نعملش كيدني بايوبسي. سو كيدني بايوبسي از سيف. هل في كومبليكيشن ثانيه غير بليدنج, بانكشر اذر اورجان, نيد اوف بلاد ترانسفيوجن, هيماتوما؟ يس, في بين that resolve with simple analgesics. An arterial venous fistula has been reported في نسبة معقولة من الحالات, إنما يوجد تبقى asymptomatic, ما بتتشخص, إنما أنت دورت عليها تلاقيها موجودة في نسبة من الحالات. Usually it closes spontaneously. هل ممكن تبقى asymptomatic؟ In minority of cases. يمكن أنا شفت حالات معدودة بعد ما يوصي عين عنده persistent أو recurrent hematuria. And when we did angiography, we discovered the presence of arterial venous fistula. لأنه أنت خش بالإبرة عشان تجيب kidney tissue, you punctured kidney tissue, but as well ممكن arterial venule يخشوا, الإبرة بتخش منهم مع بعض consecutively, وبالتالي متوقع أن الاثنين يبقوا connected مع بعض, أن pressure عالي في الأرتري وواطي في الفين, فمجرد أنك وصلتهم بتفضل إيه القصة, الفيستر بتبقى موجوده وهنيجي بريكارنت هيماتوريا. انما يوجوالي بتبقى ريزولف سبونتينسلي, بتقفل, نادرا ان هي تعوز امبولايزيشن. اوكي, طيب هل في ناس معرضين اكتر للمشاكل دي؟ يس, في مالتيبل فاكتورز ار اسوشيتد ويز ان انكريز ريسك اوف ذيس كومبليكيشن, وبالتالي نبقى اوير بيها, وبالتالي متوقع العيان ده هيبقى عنده احتماليه كبيره لمشاكل, وبالتالي اراجع قراري still biopsy is needed or not, ممكن اراجع قراري تاني, او ممكن امانج ان انا بعد ما عرفت هذا الريسك فاكتور اقدر امانج it, then I proceed for biopsy so far it is strongly indicated. زي مثلا ايه, هم وجدوا ان في الستادي اللي فاتت ده the presence of serum creatinine of at least 5 milligram per deciliter was associated with 2.3-fold increase in the risk of complication. ده متوقع يعني يوريمي تحت بانكشر هم. أو uncontrolled hypertension, عشان كده لازم أضبط الضغط قبل ما أعمل بايوبسي. Thrombocytopenia لازم أعالجها قبل ما أعمل بايوبسي. أو أنيميا, لأن وجود أنيميا بتخلي العيان عموما لايبل إنه يبقى بليد. من احنا عارفين اما بظبط الانيميا بحسن الفيسكوزيتي, الفيسكوزيتي اوف ذا بلاد بتساعد في كلوتنج.
فوجود انيميا ممكن يساعد في حدوث complication او simultaneous presence of HCV and HIV في الدراسة اللي قلت لكم عليها دي was associated with 5.7 fold increase in complication. طيب النوشن الاخر ايه دي انا اعطيها لون مختلف لان احنا دايما inherited عندنا كنا بنعتقد ان عين بتوع amyloid بيبقوا more liable to bleeding. Actually this is what we feel, but in this study وجدوا ان وجود الاميلويدوز او مونوكلونال جاموباسي was not associated with increased risk of complication. إذن هي دي الفاكتور يبقى اعرفها واتعامل معها وأبروسيد فور بايوبس. معظم الدراسات وجدت ان great majority of this complication وبالذات bleeding can be identified from initial 6 to 8 hours after the procedure, suggesting that a renal biopsy can be performed safely as an outpatient procedure. مش محتاجة أدخل المستشفى ونام في السرير وأحج السرير في مستشفى عشان أعمل kidney biopsy. ممكن أعملها ومحتاج بس إيه observation لمدة 6 to 8 hours. However, some studies reported that as many as 33% of complications are identified after 8 hours. يعني ده معناه مش ان انا يعني لو خايف او خوف او ممكن اقعد في مستشفى يوم, انا ممكن بعد 8 ساعات يبقى امدهم شويه او ابقى في بيته وفي good servants اراقب العيان كويس اكثر انتباه, انما it is outpatient procedure. طب التكنيك بنعمل ايه؟ انا عامل كده بايوبسي وده elective elective procedure. It is important to screen patient for presence of bleeding disorder. مهم لان زي ما قلنا اخطر حاجه بتعمل ان هي bleeding, وده يجي من الهيستوري. بس العيان كان عمل جراحات قبل كده وكان نزف او ما نزفش, ده بتديني كلو. بس طبعا ده مش كفايه, لازم بعمل laboratory investigation اشوف مثلا platelet count, اشوف bleeding time, clotting time, اشوف INR. ده بيبقى كافي ان انا احكم العيان ده safe or not. غير كده it is advisable to obtain hematocrit قبل ما اعمل biopsy, اعمل hematocrit and hemoglobin level within 24 hours prior to procedure. ليه؟ عشان اذا عن نزف وهعمل hemoglobin بتاعه او hematocrit بتاعه بعد وهو بينزف, ابقى عارف انا فقدت دم قد ايه. ده مش عارفه الا اذا كنت عارف البيزل hemoglobin and hematocrit بتاعي. يبقى ده مهم ابقى عامل ايه hemoglobin وhematocrit بتاعه. طيب في حاجة تانية قبل ما أحط إبرة وأبتدي أشتغل, رينال إيميجينج تيبيكال بنعمل ألتراسونوغرافي should be performed قبل بيوبسي to assess for the presence of anatomic abnormality including solitary kidney. طبعا دي contraindication. Horse show kidney برضو أخاف أعملها لأن في anomaly في الفاسكولار في blood vessel. هادو نفروزيس أقدرش أعملها. Small kidney or other anatomical abnormal kidneys which may adversely affect the risk of renal biopsy. مهم قوي ان انا اعمل ايه التراساوند قبل ما اخش اعمل بايوبسي اطمن ان الامور ماشيه كويس. Currently most peritoneal biopsies are performed with guidance. انا هخش بقى بالنيدل بتاعتي اوصل التارجت بتاعي ازاي, يا اما التراساوند او سي تي حسب الاوبريتور. في ناس بيحبوا يعملوا يستخدموا سي تي تو جايد ذيم فور ذا لوور بول اوف ذا ليفت كيدني. اذرز بريفير يوزنج التراساوند ايا كان من المهمين اللي يريح الاوبريتور ايه ويشتغل بيه. طيب في حاجه ثانيه, انا عملت هيموجلوبين هيماتوكريت, شفت الكواجيليشن بروفايل بتاع العيان وبصيت على الكيدني سواء بالالتراساوند او سي تي, طمنت تكون حاجه كويسه. فيبر ميديكيشن يس, من عم بيبقى مرعوب وخايف ادي ميدازولام. ميدازولام will help to alleviate anxiety and will make the procedure less unpleasant. It is unpleasant procedure, انما اخفف شويه الخوف بتاعه بالميدازولام. طب حاجه ثانيه, احط انترافينوس اكسس از روتينلي بليست ان ذا بيشنت لين, ان ممكن صحه السيف واحتمال حدوث مشاكل قليل قوي, انما لازم يكون في ايدي فاسكولار اكسس لان ممكن لو حصل اي كاتاستروف يبقى انا هاف ا لاين ممكن اد فلويد واد بلاد واد كل حاجه.
يبقى كده العيان بتاعه هو خاشش على البروسيدر، عملت كل ما يلزم. طيب العيان بقى نام على الترابيزة، وطبعا احنا عارفين بينام على بطنه، وبنحط مخدة كده بينام على مخدة على بطنه قصاد الكدني. ليه المخدة دي او اي حاجة زيها كده يزق الكدني against the posterior abdominal wall، لان البايبسي بناخدها من البوستير abdominal wall في ورا، يبقى الكدني fixed شوية. Most operators prefer to biopsy the lower pole of the left kidney. طب lower pole ليه؟ عشان أبعد عن الهاينب، وبالتالي أبعد أن أنا أبانشر رينال أرتر أو رينال فين. طيب العين خلاص هخش في lower pole زي ما هو بمزاجه كده، لا لازم يكون في maximum. أنت قدامك 2 or 3 يعني ممكن 4 punctures، أكتر من كده sorry you failed stop technique. Okay so it is allowed maximally 3 passage by the needle. طيب خدنا البيوبسي after completion of the biopsy، وهنشوف بعد شوية البيوبسي بيعملوها ازاي بصور أحسن. The patient are instructed to remain in bed for 6 to 8 hours. قلنا لهم تسمح نام على ظهرك مدة 6 to 8 hours. It is advised to screen with ultrasound or CT in the immediate post procedure for the presence of or absence of pre-renal hematoma. شوف السايز بتاعها، لو لقيتها هيماتوما صغيرة اوكي، لو كبيرة انتبه شوي. وبن assess the blood pressure ونشوف البالس، بنشوف الاول في الساعة الاولانية يكون ربع ساعة، الساعة الثانية يكون نص ساعة، بعد كده كل ساعة لغاية ما كان من ايه الستة او الثمان ساعات بتوعي لقيت الامور سيف وروح بيكم. طيب patient is asked to save an anecdote of each water urine. كل مرة بتبول يجيب لي عينة منها وبيرقمها، دي نمرة واحد دي اتنين تلاتة عشان اشوف فيه bleeding ولا ما فيش، واذا كان فيه bleeding ده increasing ولا decreasing، عشان كده برقمها بحطها جنب السرير بتاعه. طيب جميل، نيجي للتكنيك بقى. يعني في several types of spring loaded automatic gun، جان كده في ايدك وبتتك على زرارته من ابرة ايه بتخش جوه الكيدني تيشو وتجيب لك البيوبسي. في اوتوماتيك وفي سيمي اوتوماتيك جن. طبعا زمان كنا بنستخدم طرق تانية خالص هيستوريكال، الوقت لا يسمح ان نتكلم عنها، انما دلوقتي الامور بقت سهله قوي. جن في ايدك ولودد ومتعمره وبتخش على اللور بول وتتك على زرار، الابره بتطلع تنزل بتجيب تيشو اللي انت عايزه. To perform percutaneous biopsy دي ممكن من الترانسبلانت او نيتف كيدني. طيب الابر دي بقى لها جوش، الكبار احنا بنحب الجوش 15 18 16، الاطفال جوش اصغر شويه جوش 18، كل ما تكبر الجوش يعني الدامتر بتاع الابره دي بقى اقل. عاده adequate sample of tissue are obtained في 94% من الحالات. ساعات للاسف الشديد يجي الكيدني تيشو تحط تحت الميكروسكوب ما تلاقيش جلوميرولاي، يعني insufficient biopsy. طبعا دي بتبقى شيء مؤلمه جدا، لان العيان مضطر يروح تاني عشان يعيد البيوبسي، وده شيء very painful decision. الصوره دي بتبين اهو ده سيتي جايد، يعني عندك اداء الكيدني وده اللور بول. لو جيت تبص اللور بول وده الابره باينه في السيتي هي خشه في اللور بول. لو جيت تبص فعلا ان اللور بول is the best part most voluminous زي ما انت شايفها، واواي عن الهاينم، احنا خايفين موت من الهاينم ده. فده سيتي جايدد بايوبسي، وده الترا ساوند جايدد. يو سي هير ادى الكيدني وادى اللور بول عندنا اهو، وادى الابره باينه في الترا ساوند، الترا ساوند جايدد نيدل بايوبسي. وادى الراجل اهو ادى عنده بروب اهو بيشوف بيه اللور بول، وده جن في ايده، وده الابره اللي طالعه من الجن، وهنا تحت ايده الزناد موجود اهو، مجرد انه يحس ان هو بقى في اللور على السيرفس اوف ذا كيدني. انت بتخش في الكيدني ما بتخشش جوه الكيدني بالابره، الابره بتوصل لغايه السيرفس بتاع الكيدني، يمكن بامشر سنه صغيره، وبعد تك هي الابره بتخش تجيب التيشو اللي انت عايزه. ساعات بيبقى البروب ده اهو اللي يعني هو الترا ساوند بروب، بيبقى فيه سبيشال بروب ممكن ايه الابره تخش سروقت، انما ده قدامك ده نيدل مع جن، وعندك اداء البروب اللي بتشوف بيه اللور بول اوف ذا كيدني، ده الترا ساوند جايد.
وادا جبت انت التشا عندك ادا الابره وادا الاحمر ده هو ده بيس اوف جود بيس اوف كيدني تيشو اللي هي جت. طيب احنا كده خدنا دلوقتي بايوبسي من العيان وبعدين الهيماتوكريت والهيموجلوبين ار ديتيرمين بعد 6 بعد 8 ساعات افتر بايوبسي او ايرير اف لقيت العيان ضغطه بيوطى وعنده هيماتوريا لا اعمله بساعتها مش شرط استنى 6 ل 8 ساعات عشان تقيم الامور اخبارها ايه. اف هيموجلوبين هيماتوكريت ار ستيبل and patient is relatively pain-free and there is no hemodynamic instability or gross hematuria, we discharge the patient home with instruction to call immediately should there to be a change in his or her clinical condition. ضغط غوطة فجأة جاله هيماتوريا يتصل على طول ممكن يجي المستشفى. طيب وبعدين في البيت بقى activity should be restricted لمدة قد ايه؟ هسألك العيان بعد العيان اقعد قد ايه نايم على ظهري 24 ساعة واثناء 24 ساعة please don't strain ما وراش يحزق يشيل حاجات تقيلة واذا كان طبعا هقول له don't cough يعني يحاول يعني ما يكحش اي حاجة بتزود الانترا ابدومينال بريشر ممكن يكون في كلوت كده قافلة فيسل مفتوح ممكن ديسلودج وابتدي يحصل بليدنج فبقول له ايه يبقى نايم مده 24 ساعه نو ستريننج بقدر المستطاع نو كوفينج. Ultrasonographic evidence suggests that most episodes of major bleeding occur within the initial 6 hours after a renal biopsy and that the size of perineal hematoma actually decreases thereafter. جميل احنا وقت خدنا العينه. طب هل في تكنيكس غير ان احنا قلناه ده يعني نيدل جايدد باي التراساوند او سي تي هل في اورتنتيف؟ يس في عندنا ترانس جوجلر في عندنا اوبن وفي لابروسكوبك بس دي طبعا في سبيشال سيتويشن اما يكون بقى في بروبلمز كونترا انديكيتنج التكنيك اللي احنا عارفينه وما زال ما زلنا محتاجين بايوبسي فبندور على الالترنتيف. ايه الالترنتيف؟ يمكن اشهرها الترانس جوجلر ابروتش وهنا in this technique طبعا التكنيك ده اول ما توصل فلسل عشان النيفر بايوبسي انا بتخش من الانترنال جوجلر جايد واير بيخش من الانترنال جوجلر زي ما انت بتيجي تحط دياليسيس كاستر بتحط جايد واير وبتدخل عليه الاسطرة ده جايد واير بتزقه سبير going to the inferior vena cava هناك بيخشوا في الليفر وبعد كده يدخل على جايد واير بايوبسي نيدل ويتيك ليفر بايوبسي اسمها ترانس جوجلر ليفر بايوبسي هنا لا بنخش ليفر بنكمل في الانفير في النكابه ونخش في الرايت رينال فين ذن في الرينال فين انت عندك التريبيوتريز بتاعته في فينز جايه من ابر بول ميدل بول لور بول بتخش في التريبيوتر بتاعه اللور بول اوف ذا كيدني بجايد واير وبتدككه لغايه ما تجيب اخره يبقى انت قربت من التشو وصلت اللور بول تدكك النيدل and you take biopsy. البيوبسي هنا معكوسة. البيوبسي الثانية البيركوتينيس انت جاي من الكبسول البرانية الى inside. ده انت جاي from inside to outside. عارفين هذا التكنيك. اوكي رايت رينال فين اللور بول the transvenous biopsy needle similar to those used in transjugular hepatic biopsy زي ما قلنا بندخلها عشان ناخد البيوبسي. طب ده indicated امتى التكنيك ده؟ indicated in patient in whom conventional percutaneous renal biopsy is clinically contraindicated طبعا because of a need of او زي مثلا عن محتاج يعمل ليفر وكيدني بيوبسي فممكن ايه اخش بيوبسي من هنا وهنا او عندي severe clotting disorder حس هنا لو نزف بينزف بينزف جوه السيركيليشن بتاعته او في respiratory insufficiency عيان انفيزيمتس مثلا هينام على ظهره ازاي على بطنه ازاي ده مش ممكن ده ما يقدرش ينام خالص فهو قاعد ممكن تاخد البيوبسي او uncontrolled hypertension morbid obesity مش قادر توصل الابره مش واصله للكبسول بتاعت الكيدني morbid obesity and still you need biopsy or a solitary kidney دي الانديكيشن اوف ترانس جوجلر كيدني بايوبسي. انا اول ما
شفت التكنيك ده قلت ده impossible ان هو get a sufficient tissue. انما شوف الدراسة بتاعتهم renal tissue is obtained في 88% من العينين، نسبة عالية جدا، كويسة جدا. او ايه كمان ده، انت خد بالك انت جاي من المضلة to the cortex، التاني انت بتيجي بيركتينس بخش على الكورتكس. احنا دايما التارجت بتاعنا هو الكورتكس مش المضلة، يعني الجلوميرولاي موجودة بتبقى في كورتكس not in the مضلة. فانت جاي من المضلة to the cortex، النيدم تبقى تقدر توصل للكورتكس وبتقدر تجيب جلوميرولاي في 76% من الحالات. ده انجاز كويس جدا. في كومبليكيشن يس انكلود كابسولار بيرفوريشن، لما انت جاي من جوه وخش ناحيه الكورتكس ممكن تبانشر الكبسول بتاعت الكدني ويديك بيرينا هيماتوما. ممكن الكونكتنج سيستم، انك انت جاي من الفين وخاشش بتعدى على الكونكتنج سيستم ويجيلك بقى هيماتوريا محتاج بلاد ترانسفيوجن. ممكن يحصل هيموراجيك شوك. يبقى ده الالترنتيف الاول هو ترانسجوجنر نيدنج بايوبسي. في الترنتيف تاني اوبن، وده كنا بنعمله زمان اما نكون محتاجين بايوبسي ومش قادرين نعمل بيركوتينيوس لاسباب كثيره، مثلا سبونج سايز كيدني اند سو اون، او سيليتري كيدني. كنا بنعمل اوبن تكنيك سمول لامبوتومي انسيجن وناخد ويدج بايوبسي من الكيدني، او لابروسكوبيك تكنيك. كل ده ممكن يديني كيدني بايوبسي. يبقى كده عرفنا عن ايه الليفر كيدني بايوبسي من الاول، كيدني بايوبسي والكومبينيكيشنز بتاعتها والتكنيك بعمل فيه ايه، وايه البريكوشنز اللي بعملها، وايه الكومبينيكيشن، وايه البدائل بتاعتها. طبعا ممكن ينزف بالذات هو يوريميك، اقدر امنع اذا حصل بليدنج اوقفه. هو هنا البليدنج اكتر مسبب ليه ان في بليتنج ديسفانكشن. وايه ايه السبب ان في بليتنج ديسفانكشن؟ ان البليتنج بقى ناقصها الدي دي اف بي، ده مش موجود فيها سفيشنتلي في اليوريميك بيشنت. ده اذا ممكن اعالج لو في حصل بليدنج بايه؟ بالديزمو بريسين، هو اندايركت هرمون اللي هو الدي دي اف بي. تمام، ده rapidly decreasing bleeding time، بيحسن bleeding time in patient with uremic platelet dysfunction and can be used to treat patient with prolonged bleeding time. لا ده مش كده بس، انه ده drug easy and safe. ده ممكن في ناس قالوا في recent prospective randomized clinical control clinical trial عيانين ادوهم وعن ما ادوهمش، مش شرط بقى يكون عنده bleeding time طويل او مش طويل، عنده بليتنج ديسفانكشن او ما عندهمش. هم كل عيانين سو فار ان العيان عنده كرياتينين 1.6 او اكثر، قسم العيان لتو جروب، ناس يديها ناس ما يديهاش ايرسبكتيف اوف ذير بليتنج تايم او بليتنج. وجد ان الناس اللي خدوا الديزموبريسين والدي دي اي بي بي ان البليتنج فيهم كان 13.7%، انما ما خدوش كانوا 30%. طبعا في بينفيت هايله. مشكلة بس and those with bleeding decreased both size of hematoma and duration of hospital stay. ده انت مش نقصت عدد او احتمالات حدوث bleeding بس، ده حتى ينزف منهم اذا كان بياخد DDAVB احسن، كلوت احسن، سايز اقل، خارج مستشفى اكتر. انا شايف ان ده very convincing trial، وشايف ان لو نقدر نخلي ده روتين ندي العين بتوعنا اي عن with rising abnormal serum creatinine going for any procedure not only biopsy but any procedure we can give him DDAVB with the dose بتاعتنا هي 0.4 microgram per kilogram. بتتعطى امتى؟ 2 to 4 to 3 hours before biopsy. فدي مسج مهم، اي عيان with creatinine هيتعمل اي procedure في bleeding you can give him this DDAVP. طب في طرق تانية اوقف البليدنج؟ في اللي هو ان انا احسن هو يوريميك، امبروف هيز يوريميا بارينا ريبليسمنت اذا كان على الدياليسيز. قبل ما يعمل بايوبسي اعمل مثلا 3-4 جلسات ورا بعض مور سترونج او اجريسيف دياليسيز، يعني احسن الميتابوليك بروفايل بتاعه قبل ما يروح يعمل بايوبسي. ودي مهمه، مسج مهم ناخد بالنا منها. او ممكن ندي اورال استروجين، ده اورال استروجين ممكن يوقف البليدنج في اليوريميك.
انما this alternative therapies take longer time to improve the bleeding time than is required for is required for desmopressin. الديزموبرسين بيديك تاثير within 2 to 3 hours بيبتدي يحسنك على طول، انما الاستروجين محتاج تدي كذا يوم قبل ما تعمل بروسيدر بتاعك. الدايلس محتاج انك تو اوجمنت الدايلس. طب واذا كان عندنا بيكسلش مش معقول واحد كرياتين بتاع 4 تروح تعمل دايلس عشان يعني بايوبسي، انما المقصود بيها واحد اوريدي اون دايلس. طيب ايه الانديكيشن اوف كيدني بايوبسي؟ انديكيشن الحاجات اللي احنا في حياتنا بقى العمليه احنا بنقول ان بايوبسي دي از باك بون زي ما احنا شايفين. شوف كل الحاجات دي اللي بنقابلها في كلينيكال نيفرولوجي يوميا، بنقابل حالات اكيوت كيدني انجري، بنقابل النيفروتيك سندروم، الايسوليتد بروتينوريا، هيماتوريا ويز اور ذات بروتينوريا، كل الحاجات دي نعمل فيها بايوبسي امتى وما نعملش. سيستميك ديزيز ثاني خالص، دي واحد دايابيتك عامل بايوبسي امتى وما عملوش. لوبوس ام بايوبسي وما عملوش، كل دي انديكيشن. ان اكسبلين سي كي دي، ساعات يجي لك عيان بكرياتين 3 4 ما انتش عارف ايه ده، طب تعمل بايوبسي ولا ما تعملش؟ بينفيشال اور نوت هنناقشها. ساعات الكيدني ترانسبلانت طبعا بنعمل بايوبسي كتير عشان نشخص المشاكل اللي بتقابلنا يوميا دي. ودي بقى في نوت نيفرولوجي براكتس، ممكن في يورولوجي رينال ماس بايوبسي. اذا الكيدني بايوبسي مش وان انديكيشن، ده كل الحاجات اللي بنقابلها ان ار نيفرولوجي انديكيتس بايوبسي. عشان كده بقى اعتقد انت كنيفرولوجيست to be a complete nephrologist او يعني بتمارس النيفرولوجي in a complete way or you have to be practicing in biopsy. ما اقصدش practicing يعني تروح تعمل بايوبسي، مش شرط. اقصد practicing بايوبسي اعمل بايوبسي ما تعملش بايوبسي، ليه ما تعملهاش؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ طب تقرا بايوبسي تفهمها، يعني بايوبسي تكون في وجدانك وانت بتمارس الكلينيكال نيفرولوجي عشان ممارستك فعلا ناضجه. طب نمسك الاكوت كيدني انجري. طبعا نقصد بالاكوت كيدني انجري مش البري رينال او البوست رينال، نقصد بيه الانترنسيك رينال ديزيز، وده ان اكسبلين مش عارفين ايه سبب الاكوت كيدني انجري. عملنا كلينيكال، عملنا لابوراتوري، مش قادرين نقيم، عاوزين انفورميشن افيلابل، مش قادره تقول لنا نبقى فاهمين كويس ايه سبب وايه درجه الاكوت كيدني انجري. بايوبسي كان بي فيري يوسفول to establish diagnosis about acute kidney injury, how long glomerular disease and what type of glomerular disease بتختلف تمام، وان هو tubular disease وايسب tubular disease هماناجيب كونزرفاتيف مين سبريشن وات اجريشن اوف تريتمنت ان انا هخش بيه على العيان. فالبايوبسي هت establish diagnosis، هتساعدني في المانجمنت، ومش كده وبس، هتساعدني في ان انا ابقى عارف البروجنوز اوف ماي كيس. ادينا اكزامبل زي كريسنتيك بروليفيريك جلوميرولونيفريتس، ازاي هشخصه من غير بايوبسي؟ وده محتاج فيري اجريسيف تريتمنت، ازاي اخش في فيري اجريسيف تريتمنت بالس سترويد بالس اندوكسان من غير ما اكون عامل بايوبسي؟ اكيوت انترستيشن نيفريتس الرجيك ولا اوتو اميون واعمل ايه؟ لازم اكون بايوبسي. الجرانيوماتس بون انجياتس اللي هي فاجنر جرانيوماتوزس لازم بايوبسي عشان ادي بالس اندوكسان فور اكزامبل. ساتوسوميل او مايكروسكوبيك بوي انجيايتس او مالتيبل مايلوما، يعني عشان شخص مالتيبل مايلوما عاوز بايوبسي عشان دي حاجه بودي بقى هيماتولوجي وخد اونكولوجي وسيرابي. الاميلودوزيس الاندوكابيلاري بروليفيريف جلوميرولونيفريتس الكورتيكال نيكروز، ساعات بقى عن بوست ديليفري هنجيب اكيد كيدني انجري وتقعد تعمل له بلازما اكسشينج واي في اي جي حاجه كده وهو كيدني نيكروتيك، يبقى البايوبسي هتتفادى كل هذه المشاكل. فالبايوبسي از انديكيتد انت اتش اس اس ان اي التي تي بي كل ده. اذا في الاكوت كيدني انجري بايوبسي از ا باك بون، من غيرها عمر ما يكون بتمانج عن كويس. طب نيفروتيك، النيفروتيك احنا عارفين الاطفال، والاطفال اوكي ما بنعملش بايوبسي فيهم سو فار ان الستوري بتاعتنا عارفين 80% من العيانين ما نتشينج، وبالتالي you give steroid on assumption that minimal change وعنها هيستجيب ليك وبالتالي وفرت عليه بايوبسي. انما في الاطفال ساعات بنعوز من بايوبسي، زي مثلا خد steroid and not responsive
او طفل جايب نيفروتك سندروم ومعاه نيفريتك سيدمنت، لا مش مينيمال تشينج، او معاه هايبرتنشن، او معاه هيماتوريا، او معاه رايزين كرياتينين، كون ده لازم ايه مع انه تشايلد انما لازم عن بايوبسي. يبقى ان معظم الاطفال ما بيعوزوش بايوبسي، انما في بعضهم بيعوز بايوبسي. طيب انما الادلت معظم النفرولوجيست بيقول يس ادلت شود بي بايوبسي بيفور. اوكي لان معظم العينين ما هماش مينيمال تشينج، وبالتالي انت محتاج تعرف وات ديزيز كوزنج نيفروتيك سندروم وفي اي ستيج. يعني ممكن عند فوكال سيجمنتال اقول ده انا هعدي امين سبريشن بكل الديجريدز بتاعته بدءا من استرويد اب تو ريتوكسيمات. انا ممكن فوكال سيجمنتال برضه بعد ما بس لا مش هعمل اي حاجه، انا مش هعمل سبورتيف تريتمنت لان معظم الجلوميرولات اسكليروتيك والانترستيشن فايبروز وتيبيولار اترفي از فيري هاي. يبقى هنا اذا البايبسي از فيري ديتيرمنت في يعني بتاع الادلت نيفروتيك سندروم دو بايوبسي. دي القاعده، بس طبعا احنا عارفين كل قاعده استثناءات، يعني برضو مش قران. ما فيش بايوبسي ما فيش تريتمنت، لا طبعا sometimes it is not possible it is difficult for this patient to do biopsy ايا كان السبب economic ما فيش availability. انما انت شايف ان العين جاي لك ب فولبرون نيفروتيك سندروم نورمال بلاد بريشر نورمال كرياتينين اوكي ان احتمالاتي يا اما يكون مينيمال تشينج يا فوكال سيجمنتال ميمبرنس، انا عاوز اعمل بايوبسي ودي قاعده وده ريكومنديشن. انا مش قادر ممكن اي كان تريت هبقى غلطان بس فقط اذا كان ميمبرنس، لان هيستجاب لو كان مينيمال او اذا كان فوكال سيجمنتال. انما لو ميمبرنس الاسترويد مش هيدينا ريسبونس. فساعات بنبقى اوبلايجد نتيجه كلينيكال بريشر عليك ككلينيشن ان خلينا نقول ادلت يساوي بايوبسي. طيب عين جايب ايسوليتد هيماتوريا بروتينوريا، وايسوليتد بروتينوريا يا اما يكون حاجه خفيفه قوي يعني اقل من 1 جرام او اكتر من 1 جرام. فنيجي نمسك اللي هي اقل من 1 جرام ايسوليتد نون نيفروتيك بروتينوريا 1 جرام اور ليس per 24 hour without hematuria or pyuria is an asymptomatic when patient ما عندوش diabetes. ده relatively common finding بنقابلها كتير و usually diagnosed by chance. أول ما يجي لك عن جايب بروتينوريا بالشكل ده فكر في الأورثوستاتيك بروتينوريا، ودي بنشوفها كتير فعلا، ودي يبقى لازم بتعمل زي كده فكر في الأورثوستاتيك بالظروف اللي احنا قلناها قدام دي. ما عندوش هيماتوريا، ما عندوش هايبرتنشن، ما عندوش كرياتينين. طب هعمل ايه في الاورثوستاتيك؟ يا فكره الاورثوستاتيك ان الانسان ما بيقف ويبتدي يتحرك بيبقى فيه ايه الكيرف بتاع ايه الفيرتبرال كولمن ده اللي قدام يا ده بيزق على منتصف الابدومن وبالتالي بتضغط على الرينا فينز. تقريبا هي دي النظريه. تقوم تعمل شويه كونجيشن في الكيدني، بريشر في الكيدني انك ضيقت الفينوس درينج، يقوم يديك شويه بروتينوريا اما يقف ويمشي. انما لو هو نايم الاردوز ده مش موجوده، الكونفكس دي مش موجوده فلات، فمفيش بريشر على الكدني وبالتالي مفيش بروتينوريا. فالاورثوستاتيك بقول الام ايه هاتي لي عينات. طبعا قبل ما ينام بيفضل المثانه بتاعته كويس، والصبح اول ما يقوم من النوم يجيب عينه يورين واشوف البروتينوريا فيها، واثناء النهار مع الاكتيفيتي والنشاط بتاعه اجيب عينات يورين واشوف اليورين فيها. بتاع اورثوستاتيك بروتينوريا تجد وقايم من النوم مفيش بروتينوريا، انا بالنهار هو بيتحرك وبيمشي فيه بروتينوريا. عيدها مره واثنين ثلاثه لقيت كده قلت لها ده this is orthostatic proteinuria and this is a benign condition and no problem. اوكي it is not orthostatic. عين بقى بيني قال لي ده مش orthostatic برضو سو فار ان هي بروتينوريا بالمواصفات دي اقل من 1 جرام ما معاش حاجه تانية يعني isolated usually it is safe I will not do biopsy. انما ساعات عيانين يريكويست بايوبسي يقول لك انا مش عاوز وجع دماغ عاوز اطمن ان كلمتي كويس هنا بس هعمل بايوبسي. انما البوليسي اور بوليسي نو فور بايوبسي لان there is little evidence في الدراسات كتيره to suggest that this patient will progress to renal failure
or that they are candidate for any type of specific medical therapy in absence of umbilical dysfunction. طبعا ان احنا بالشروط اللي انا قلتها دي مش محتاج اعمل بايوبسي اذا عم ضغط عليا. بس بليز دونت فورجيت انك تدور على اورستاتيك لين, ان ما تيجي تقول عيان ده اورستاتيك وتشرح له القصه دي بيطمن, انما ما شرحتلوش بيفضل طول عمره الان برضه مهما كان. يبقى ده اذا كان isolated proteinuria بهذا الشكل. طب انما افرض عن asymptomatic who don't have diabetes and who remain non-nephrotic but persistent proteinuria اكتر من 1 جرام, هنا بقى اكتر من 1 جرام دي كتيره شويه, عشان كده we advise renal biopsy. In this group of patients who are more likely to have underlying renal abnormality, عادة بتلتقى early adipocytic membranous, early focal segmental, ممكن early IgA nephropathy. يبقى هتقدر تشخص الحاجات دي. هيجي بقى تنط في هيجي السؤال, انت هتعمل ايه وعملت بايبسي ليه؟ اه هنا في دور is open, ان انا مثلا ممكن ادي ايس اد ارب عشان نقص البروتينوريا دي عشان امنع البروجريشن اوف كيدني ديزيز. وممكن حد يقول لك ريبيت بايوبسي عشان واحد زي فوكال سيجمنتال ده ممكن بروجريس ات اني تايم, تبقى عارف ايه البيز بتاعتك. انما في سمثينج يو كان دو ايذر تو جيف انتي بروتينوريك ايجنتس او تبقى الفولو اب بتاعك يبقى اجريسيف شويه. تدي بقى اكتف تريتمنت او تديش, ده ايه مش موضوع النهارده. طيب سيبنا البروتينوريا, جينا على الهيماتوريا. عيان جاي persistent isolated hematuria. طبعا هنا العيانين دول بنقسمهم مجموعتين, يورولوجي ونيفرولوجي بين فيس كونتراست مايكروسكوبي. بعمل فيس كونتراست مايكروسكوبي لقيت الار بي سيز نورمال شيب دي بتاع يورولوجي, لقيتها ديسمورفيك ار بي سيز يبقى ده تبعنا يبقى نيفروبسي. In general, the diagnostic value of renal biopsy in the setting of adipocytic microscopic hematuria related directly to the extent of associated clinical or laboratory condition. مع ايه تاني؟ هل هي isolated microscopic؟ هل بيجي معاها gross hematuria؟ هل معاها family history of renal disease؟ هل معاها hypertension بروح يجي؟ هل ساعات بيجي معاها بروتينوريا؟ الحاجات دي بقى بتبين أهمية isolated hematuria. فدي دراسة ظريفة عيان في قديمة جاب 76 عيان بيدياتريك, خد بالك دي بيدياتريك لأن القصة بنقابلها أكتر في بيدياتريك. patient with isolated hematuria وجد إن that almost three quarters of all biopsy specimen obtained in patient who had either, خد بالك بقى عنده إيه غير الهيماتوريا, first degree relative عنده هيماتوريا خد بالك بقى فاهم الهيستوري هو بقى, or a history of at least one episode of gross hematuria. الناس دول بقى وجد ان ثلاث ارباعهم were abnormal histology, وكان وجد ان IgA and Alport syndrome were the two most common finding. يبقى هنا ايه isolated microscopic hematuria ان معاها حاجه ثانيه IgA و Alport. طبعا لو في ماتور معاه بروتينوريا بيبقى احتمال ان تلقى فايندنج اكتر. طب خد بالك اكتر حاجه لقاها ايه؟ اي جي اي وايه كمان؟ والبور. ده هنا باخد منها معلومه مهمه جدا, ما تجيش تعمل لي لايت مايكروسكوبي لعيان زي كده. نو لان الكومنست البور يبقى مش هتعمل اي ام, ما تعملوش بابس بقى, مش هتقدر تعمل له اميونوفلوريسنت مايكروسكوبي, ما تعملوش بايوبسي. عشان تعمل بايوبسي العيان عنده هيماتوريا لازم هتكون قادر انك تعمل اميونوفلوريسنس عشان تشخص اي جي اي, ولوحده ده مش كفايه, وانك تعمل اي ام عشان تشخص الاكبر. ده نقطه مهمه جدا في هذه الاريا. طيب الدراسه دي قديمه, انما عندنا دراسه جديده اهي, يمكن دي دراسه عملتها الدكتوره فاطمه الحسيني, ودي منشوره في بابنشتاين في كلينيكال اكسبيرمنتال نيفرولوجي, ده في مارس 2020. وبالتالي دي دراسه جديده قوي عن البيدياتريك بيشنت ويز ايسوليتد هيماتوريا.
وهم هنا درسوا 95 طفل، يعني 95 children جايين with gross أو microscopic hematuria with or without proteinuria، وخدوا عينات واتفحصت باللايت and immunofluorescence and electron microscopy. وهنا عاوز أقول إن الحالات دي في منها حالات قديمة وretrieved قبل paraffin blocks، لأن هنا في ناس تعتقد إن عشان أم إيه أم دي كارثة حاجة كبيرة، ودي it's simple in our practice. أنا مش بتكلم في أحلام، in our practice even in clinic practice we do it. إنك ممكن paraffin block عادي ده ممكن تقطع منه تشو وتشخص بيه زي الكتر مايكروسكوبي زي الكونفنشنال وات كولد كونفنشنال، وهوريك الصور. يعني الحاجات دي اتفحصت بالكتر مايكروسكوبي، وجدوا ايه بقى؟ وجدوا ان السين بيزمنت ممبرين في تسعه هم قدروا كان 66% من الحالات كان السين بيزمنت ممبرين ديزيز. ووجدوا ان ألبرت سندروم في 66% ألبرت سندروم 66 اكتر حاجه زي الراجل اللي فات ده. والتاني بقى مش الاي جي اي، اي جي اي ده كان في 4% من الحالات، وده بين فعلا عندنا في الكوميونتي بتاعتنا الاي جي اي نفروباسي اقل من الويسترن والجابانيز والحاجات دي. لا، ان نمره 2 كان السين بيزم ممبرين ديزيز، كان تقريبا 30% من الحالات، يبقى ألبرت سين بيزمنت ممبرين ديزيز. اذا هيماتوريا فكر بالطريقه دي. طيب سيستميك ديزيز جاي برينج مانيفيستاشن، طبعا اني سيستميك ديزيز زي اللوبوس مثلا سو فار ما عنديش رينج مانيفيستاشن، بيبقى الكونديشن بتاعه ريليتيفلي كويس كويس. Once إن في رينال affection في الديزيز دي كلها خشيت بقى في دايليما، البروجنوز بقى more aggressive وبالتالي stronger treatment is needed، وبالتالي وجود systemic disease معروف إن بيأثر على الكيدني وجاي البروتينوريا أو هيماتوريا لازم أعمل بايوبسي عشان أشخص الرينال involvement حجمها قد إيه، how far acute how far chronic، وبالتالي أفصل التريتمنت. يعني عادة systemic disease when kidney is involved needs treatment by nephrologist. طيب الدايابيتس ما هو ده systemic disease ومحتاج special attention مننا، لان احنا عارفين ان تقريبا 40-50% من الدايابيتك patient whether they are type 1 او type 2 will pass into renal failure. 40 نسبة كبيرة جدا، اذا دول بيعانوا عندهم مشاكل كتيرة. يعني اذا الدايابيتس لما تيجي تسمع كلمه دايابيتس تقول ده بتوع اندوكرينولوجي، ده بتوع السكر، يعني بتوع اندوكرينولوجي جزء اكبر من ممارستهم دايابيتس. احنا بتوع نيفرولوجي لا، ده احنا 40-50% من الناس بتوعكم عندهم رينال، so they are our patient as well. وده انا بقول لك زمان ان النيفرولوجي is lucky he can play with different corners of internal medicine. So diabetic we have to manage diabetes very well، لان 40-50% منهم بيجينهم رينال فيلر، وبالتالي بيجينهم بروتينوريا وهيماتوريا وان سو اون. انما الدايابيتك بيشنت وي نو ويل من اول ما بيجي له دايابيتس لغايه ما بيجي له رينال بروبلم، سواء ده في تايب 1 وقصه ريتينوباسي و10 تو 15 يير تو ديفلوب بروتينوريا، او تايب 2 ممكن رينال افكشن يظهر بدري قوي، عارفين الناتشرال هيستوري. وبالتالي عند دايابيتك مش كون عند دايابيتك جاي ببروتينوريا او هايبرتنشن او رينال امبيرمنت تعمل له بايوبسي. انما بعمل بايوبسي امتى؟ اما يكون الكورس بتاع البيشنت ده مش ده الناتشرال كورس بتاع دايابيتك بيشنت تو ديفلوب بروتينوريا اند نيفروتيك سندروم، زي مثلا سادن ديفلوبمنت اوف رينال فيلير، سادن ديفلوبمنت اوف بروتينوريا، الحاجات دي بتاخد وقت طويل عشان تبان. نيفروتيك سندروم عايز وقت طويل عشان يبان، او ان العيان عنده سيرولوجيك ايفيدنس اوف اذر ديزيز، يعني جاي بارثرايتس سكين راش عنده اتش سي في ان اي بوزيتيف، يبقى ده انديكيشن تاني بايوبسي. او تايب 1 ما عندوش ريتينوباسي يبقى لازم اعمل بايوبسي. يبقى اذا نمره واحد دايابيتك بيجي له مشاكل
نيفرولوجي كتير، يبقى احنا بنخش في معالجه الدايابيتس. الناتشرال هيستوري احنا عارفينه، ديفيشن من الناتشرال هيستوري وجانب رينال انفولفمنت يعني يساوي بايوبسي. ترانسبلانت كيدني يس ده هنا لازم ان الكيدني اكسبشن ذا ميجر كلينيكال اكسبشن ايه؟ ان سوليتري كيدني بتعملها بايوبسي، ان عاده سوليتري كيدني من الكونترا اندكيشن. انما في نفس الوقت ان الدراسات كلها قالت ان اتس سيف، لانها يبدو انها سبكوتين يعني لو تحت الانتير ابدومينال وول فايزي اكسسبل، وفي نفس الوقت اتس فيري فاليبل، من غيرها وي كانوت مانج ترانسبلانت بيشنت سو اتس روتين. طب البايبس طبعا في ترانسبلانت ده موضوع ممكن محاضره لوحده. البايبس في ترانسبلانت ممكن انا محاضره وماستر هعمل حاجه زي كده. ممكن اشخص بقى سيلر هيمورال ريجكشن، طبعا اقصد اقول كده ككلينيشن هيمور ريجكشن. ممكن اشخص اي تي ان، ودي حاجات بنقابلها كتير اي تي ان وريجكشن. دراج انديوس زي مثلا كانسينيورين انهيبيتور توكسيسيتي او فايرال زي البي كي والسي ام في ممكن يعملوا انترسيشن انفراتس او انفاركشن في الكيدني او دينوفو او ريكارنت جلوميرولوباثي في الجرافت. كل ده ممكن مشاكل ما تتحلش وما تتشخصش انا بايبس. طب انت عملت بايبس دي مهمه جدا، تيلورينج ذا ريسكيو تريتمنت. انا عيان دلوقتي جايب كرياتين رايزنج وخدت بايبسي، طب هعمل له ايه؟ هدي سمبل سترويدز وخلاص كده، ولا هعمل بلازما اكسشينج، ولا هدي ريتوكسيماب، ولا هعمل اي في اي جي؟ يبقى تيلورينج الريسكيو تريتمنت ده البايبس بتحدده. وفي نفس الوقت بعد ما افتر يو تريت الابسود اوف ريجكشن ده محتاج تعمل البيزل مين سيبريشن شود بي تينر، اذروايز انذر ريجكشن ويل اوكير او كانسلرين توكسيستي ويل اوكير اف يو ديدنت ري فاشن او ري تينر ذا بيزل مين سيبريشن. بيسايد ان البايبسي مش بتساعدك في المانجمنت بس انها بتشخص، لا ده بتديك بروجنوستيك فاليو. يعني انت عيان زرع بقى خمس سنين وعملت له بايبسي ولقيت مليان فايبروزس تيبنر اتروفي ومعاه شويه ريجكشن، هتعمل بايوبسي ومش هتعمل تيجي استيرويد ما تديش بدون شك شاكينج التشو والهيستوري السابق الخمس سنين اللي فاتوا اديت انت ريجكشن قد ايه، النت من سبريشن اتعطى قد ايه، يور اكسبكتيشن من الكيدني ده قد ايه، بتساعدك في اتخاذ قرار فيرزر اجريسيف تريتمنت اور نوت، وبتبيلد اب فكرتك عن بروجنوز ايه اللي جاي ان هذا العيان. تقول مثلا ابتدي دور على متبرع تاني مثلا يعني جهز نفسك بفيستنا مثلا. احنا عارفين حكايه السي 4 دي امبريتيوبولار سي 4 دي ديبوزيشن ده بيبقى موجود في الاكوت هيمورال ريجكشن، ما بيبقاش موجود في السيل ميديتد. يبقى لازم ندور على السي 4 دي في البايوبسي. تمام ده عشان اكونفيرم لازم سي 4 دي لوحده، لا زي ما هنعرف ان هو سي 4 دي ممكن يكون موجود في الاخر في الباراجراف الاخراني ده، واخد بالك ده حاجات زي سكيما ريبرفيوجن انجري ممكن موجود في اللوبس نفراتس موجود، لا انت عاوز تيشو انجري، التيشو انجري وسي 4 دي يبقى ده هيمورال ريجكشن، وممكن تكونفيرم انك تعمل سيركليتنج انتي دونر اتش ان اي او نون اتش ان اي انتيجن. يبقى ده الستوري بتاعت الجرافت بايوبسي والسي 4 دي. طيب ان اكسبلايند كرونيك كيدني ديزيز، انا ما اقصدش هنا عن جانب اتروفيك فايبروز كيدني ده خلاص هيبقى اند ستيج كيدني واخش على الكيدني هيبقى ديفيكولت انك تو جيت تشو وممكن تبقى كوز كومبليكيشن تبقى اكتر. انا اقصد عن جانب كرونيك كيدني ديزيز اند كيدني سايز ستيل نير نورمال، بيبقى البايبس هنا كان بي اوف فاليو، ممكن تشخص بعض الامراض يعني مثلا ممكن اشخص ساعات ميمبرنس يعني فوستنج فايبروتيك جلوميرولايدي، لقيت واحده سليمه لقيت فيها ميمبرنس سو اتيز ميمبرنس من وان جلوميرولس، ممكن لقيت ايه ثلاث اربع جلوميرولس فيهم كريسنت كريسنتك ممكن اشخص، ممكن امايلوزس حتى لو ما فيش جلوميرولاي فايبل ممكن شخص امينودوز، ممكن ام بي جي ان اتنين جلوميرولاي مليانين عندي الاي جي ام بي جي ان موجوده، او ممكن اي تي بي ساعات في احيان انا تي بي. طبعا ذس
could be of value, especially if the patient is planning for kidney transplantation. طبعا انك تبقى عارف ايه النيتيف كيدني ديزيز بيبقى مهم. طب هل دي حاجه نظريه يعني غير ما بنعملهاش؟ لا، احنا عملنا دراسه اهي. وشوف دي الدراسه دي احنا نشرينها في 1988، يعني بقى لها كام سنه عمر في انترناشونال يورولوجي نيفرولوجي. ان جاوبني على السؤال ده، احنا كنا بنشتغل في الزرع اهون، طبعا جايب ان ذا ستيج وات ذا فاليو اوف رينال بايوبسي ان كرونيك رينال فيلر. كان سؤال مهم قوي، دي مقاله نشرناها، كنت انا والدكتور فاطمه والدكتور وليد. 88 دي كان في ناس كتير قوي منهم على الساحه دلوقتي ما كانوش موجودين اصلا، وبالتالي معلش اسمهم مش موجود هنا. ماشي. المهم ده كان 120 عيان. تخيل انك ده هارد وورك، احنا كنا غير هارد وورك اكشن. 120 كيدني اند ستيج عن جاي فور دياليسيس، عدد كبير جدا. كرونيك رينال فيلير سكندري تو بارينكيمتس كيدني ديز، طبعا وي اكسكلودد الناس بتوع الستون والباينوفرايتس اللي هم ايفيدنت باينه قدامنا. ده 120 عام مش عارفين السبب ايه. وخشينا بابره، قدرنا نجيب تشوف ايه 72 كيسز ذا هيستوباثولوجي كليجن وير ايدنتيفايد. قدرنا نعرف فيه ده، وده نسبه عاليه جدا من 120 يعني في عين اندس. في 30 كيس ات واز نوت بوسيبل تو ايدنتيفاي ذم، وفي 18 كيس ذير واز نو سفيشنت تيشو، يعني كان انسفيشنت تيشو في 18 وفي 30 كانت كلها فايبروتك، انما 72 كانت قدرنا نشخص. طب ده له قيمه؟ قال انت تعبت نفسك ليه يا اخي؟ اه يس. شوف دايجنوز واز فيري كريتيكال ان ات ليست 10 كيسز، تقريبا 8%. كان في ثلاث حالات اوكزالوزس. تخيل انك كنت هتزرع الحالات دي من غير سبيشال بروتوكول، ممكن الكدنه تبقى لوست. اوكزالوز ده ابسولوت كونتر انديكيشن تقريبا يعني دلوقتي. وان كيس هو ميليتو كيريميك سندروم، خد بالك بنتكلم 1988 دلوقتي. And one case of necrotizing glomerulonephritis, and one case of Wagner granulomatosis, and three cases of focal segmental glomerulosclerosis, and one case of Fabry disease. Yeah, very interesting paper. So unknown CKD can be biopsied. So far, you have tissue, especially if you are planning for transplant. طب رينال ماس انيوبلازما، ده طبعا احنا بتوع نيفرولوجي، بس خد بالك ان نيفرولوجي ده احنا مخنا، معلش ما تزعلش، احنا لازم نبقى مخنا عريض، بنتعامل مع كل شيء. طالما مش همسك مشرط وافتح جلد بشتغل بعقلانيه طبعا وعارف حدودي طبعا. ف ايه الحكايه دي؟ ان التشو بايبسي، شوف التعبير ده فيل انتو ذيس فيفر ان بريفيوس ديكيدز، وده فعلا كنا حاسين والسنين اللي فاتت ما تعملش بايوبسي فعلا عنده ماس. طب ليه؟ من ممكن يحصل بليدنج، ممكن يو كان مس ذا تيومر وتجيب تيشو نورمال تيشو. وفي كومبليكيشن ممكن تحصل. ومش كده وبس، كان عندنا يقين ان البايوبسي ما بتخش في التيومر وانت طالع، بتعمل سيدنج اوف ذا تراك باي مانجنت سيل، وبالتالي ديسمينيت. الفكره كانت في دماغنا. الكلام ده دلوقتي ابتدى يبانش. ليه؟ بخصوص السيدنج ده، yet only a total of 6 cases have been reported and multiple case series published have reported no such event. يعني الكلام ده كان ايه؟ مش مظبوط قوي يعني. وبالتالي don't consider it. وانت بتفكر تعمل بايوبسي، انسى حكايه السيدنج دي. حاجه ثانيه، there is a driving force for tissue diagnosis because 50% of renal neoplasm are now identified as incidental. ده بتكتشف بالصدفة وانت بتعمل ultrasound وانت بتعمل اي investigation abnormal imaging. خلاص بتخش بإبرة تشوف ده ايه ده. Okay, a percutaneous renal mass biopsy is often performed to evaluate for a possible lymphoma. ممكن unresectable retroperitoneal tumor عشان نعرف ايه ده التيومر ده، وبالتالي اكن مانج الكيموثيرابي او الريدوثيرابي بتاعه. اذا رينال ماس از ان انديكيشن. طيب تعالى احنا خشينا في اعماقها بقى. طب يعني بايبس دي ماسك ابره وشغال ما فيش حد واقف قدامك؟ لا، في كوفي كونتر انديكيشن.
بس الكونترا انديكيشن دي ريليتيف وابسوليوت، وما فيش خطوط باينه هنا ريليتيف هنا ابسوليوت، انها بتعتمد على قد ايه هي انديكيتد وقد ايه الاوبريتور سيلف كونفيدنت والفاسيلتي موجوده. ممكن حاجه ابسوليوت كونترا انديكيشن عندي، ممكن عند واحد تاني نو تز ريليتيف. انما نبقى عارفين في حاجات ريليتيف في حاجات ابسوليوت، زي موج البحر بتروح حسب هاو فار ات از انديكيتد، هاو فار الاوبريتور بتاعك از كونفيدنت. وبالتالي ايه هي الريسك فور كومبليكيشن؟ زي مثلا سيفير انكنترولد هايبرتنشن، ده ما اقدرش اقول ابسوليوت، لان لو انا ظبطت الضغط هعمل بايوبسي. طب ماشي، سيبسيس ماشي ابسوليوت، تريت سيبسيس اند دو بايوبسي. نون سسبكتد نون اور سسبكتد رينال بارينكيما انفكشن، طبعا اخش بابره في انفكشن هديسيمينيت انفكشن، treat infection first. Hemorrhagic diastasis. Yes, ممكن تدي fresh frozen plasma, ممكن تدي DDAVB and so on. Salutary ectopic kidney, the ممكن تعمل ايه transjugal. Horse show kidney, ما خايفين من ايه؟ ان في abnormal vasculature، ممكن اخبط artery ان مش anatomy مش مظبوط. Renal artery aneurysm، ان يبقى aneurysm يبقى كبير او بعيد عن الاكسبكتيشن بتاعك، ممكن الابره تخش فيه. ماركت كانسيفيك ارتيريوسكلوروزس، بنخاف بقى من دي، ممكن البسل يتقط خبط وما يتقفلش، مفيش الاستيك فايبر انها تقفل. هيدرونيفروزس اترابشر كدني. لارج مالتيبل سيست ممكن. اوكي، when the patient is unable to cooperate during procedure، ده مهم جدا انك انت عيان بتقول له ايه، انت خاشش بالابره وهتبتدي تك على الجن، لازم تقول له وقف نفس، اكتم نفس، انت بتقول له ايه، نفس غويط اكتم نفس، هو كاتم نفس بيبرس على الجن، الابره بتطلع تطلع تاخد وتطلع. انما هو وانت نازل بالابره هو خد نفس غويط، الكدنه هتتقطع، وبالتالي الكوبريشن بتاع العيان مهم جدا، مش قادر كوبريت يبقى نو. ممكن تعمل اناسيزيا في الاطفال، تنيمه خالص، ده حال ليها. The importance of the biopsy and the skill of the operator are important determinants، زي ما انا قلت في البدايه، تبقى كونتر انديكيشن وما تبقاش، تبقى ريليتيف ولا ابسوليوت. اوكي، مش قادر اعمل اي حاجه وما زلت محتاج البيوبسي، يبقى open biopsy أو laparoscopic may be justified إن نعملها في الحالات دي. طيب أنا دلوقتي خدت البيوبسي وعرفت كل حاجة عنها، وبعدين خلاص البيوبسي على الترابيزة وعن حين وزي الفل، المرحلة التانية هتعامل مع التيشو ده إزاي؟ The general purpose of a gross examination is to determine adequacy. بلت عندي كور، طب الكور ده كافي ولا ايه؟ ده كور صغير، خش بالإبرة تاني، هات كور تاني. ده كور كويس، اوكي adequate، يبقى ابتدي اقسمه بقى، اقسمه ايه؟ piece for electron، piece for immunofluorescent، piece for light microscopy. ازاي؟ يا اما في جنبك في مايكروسكوبي، السكت مايكروسكوبي بتحط الكور وبتبص له، او هاند لينس وبتبص وبتشوف بقى ايه الجلوميرولاي، ومعاك سن مشرط دقيق جدا، وبالمشرط تروح قاطع ايه 1 اور 2 جلوميرولاي فور اي ام وتعملها بروسيسنج لوحدها، 2 اور 3 اور 4 جلوميرولاي فور immunofluorescence قطعها، ودي بقى عشان اللايت مايكروسكوبي بتقسمها، يبقى look for adequacy and to divide tissue. وادى كرة، انا عندي ادى كور وادى كور، بالعدسة المكبرة ادى جلوميرولاي، النقاط الحمراء دي شايف ادى جلوميرولاس، ادى جلوميرولاس، ادى مليانة مرشقة جلوميرولاي. ممكن تيجي بقى بسن المشر تروح قاطع حتة التو جلوميرولاي دول اي ام، ده هم فور immunofluorescence، والباقي ده خليه فور لايت مايكروسكوبي. يبقى بصينا الادكوتسي وعملناها تقسيم. طب انا خلاص بقى ايه
في الكلام ده بيتم جنب العيان جنب الالترا ساوند او جنب السي تي يعني ما اتنقلش بحيث ان هو مش ادكوت بخش بابره ثانيه. طب انا خلاص خدت التيشو ادكوت هنقله اوديه فين بقى؟ المعمل معمل الباثولوجي. هل انا اقوم بقى ككلينيشن انا ماليش دعوه بالكلام ده انا عاوز اشوف التقرير؟ لا مش هتبقى ناضج. عشان تبقى ناضج اعرف ايه اللي بيحصل هناك تقوم تفهم التقرير اللي جاي لك والصور الموجوده. طب التيشو ده الارضي تعمله فيكسيشن اثبته ان حته لحمه ممكن تتعفن اثبته ازاي؟ القصه دي الفيكستيف دي كان زمان فيها كلام كتير قوي فيكسيشن فور اي ام فيكسيشن فور لايت فيكسيشن فور فوريوزن وكان فيها ديتيل انا اختصرتها في الحته دي. فيكس التيشو في فورمالين 10% فوسيت بافر فورمالين بي اتش بتاعه 7 تحط التيشو فيه عشان يثبت النسيج كما هو كده. ايه الادفانتج بتاع اشمعنى ده؟ مي بي يوز فور لايت ممكن اخد منه اعمل لايت احطه في بارافين بلوك واقطع بالميكروتوم عشان اللايت مايكروسكوبي. ممكن استخدمه فور الكترون مايكروسكوب احطه في الريزن الكبسوله بتاعته ده شويه بعد شويه واقطع فور اي ام ده ممكن دلوقتي كمان فور امينو ستين احنا كان في معنى امينو فلوريسنس لازم فروزن سكشن. لا ممكن خد بقى فروزن سكشن ممكن اعملها بالبارافين سواء امينو فلوريسنس او بيركسيديز زي ما هقول بعد شويه. الكترون مايكروسكوب في ناس عندها اعتقاد لازم بقى 4% جلوتراندهايد مش شرط. وهوريك صور ايه اما عملناها تيشو معمول موجود بارافين بلوك بقاله 10 سنين وخدنا منه قطعه عملناها الكترون مايكروسكوب وطلعت حلوه جدا وهتشوفها بعد شويه. اذا السوليوشن ده مهم جدا فور فيكسيشن ممكن استخدمه فور لايت امينو فلوريسنس وايفن ممكن امينو كم امينو هيستوكيمستري. سيكشنز ار اوبتيند فور بارافين بلوك دي حطيناها في بارافين عشان اللايت مايكروسكوبي بتتقطع بمايكروتوم. يقول لك ايه المايكروتوم؟ تبقى عارف ايه المايكروتوم ده؟ المايكروتوم بيقطع من البارافين بلوك. عشان كده ساعات تقول عيان ايه انت جايب بايوبسي وانا مش مبسوط من التقرير عاوز اعيد فحصها تاني او معاك البارافين بلوك؟ اه معايا حته شمعه كده واذا بصيت فيها تلاقي ايه حاجه زي الشعر كده جوه الشمعه هو ده التيشو. البارافين بلوك ده ممكن بعد سنه سنتين ممكن ايه تقطع بالمايكروتوم وتصبغ من اول وجديد. يبقى فهمت لما اجي اقول لك ايه انا عاوز البارافين بلوك وعاوز اقطع بالمايكروتوم عشان اللايت مايكروسكوبي. طيب ده فور بارافين بلوك فور اللايت مايكروسكوبي. الاميونو فلوريسنس اميونو ستين كان كونفشنال بون فروزن تيشو وده بتقطع بكرايوستات. يبقى كرايوستات ده ماشين كده في معمل باثولوجي زي ثلاجه كده واقفه وجواها جهاز تقطيع بيسموه كرايوستات لان لازم التيشو بيبقى فروزن وبتقطع وهو فروزن وتصبغه بالانتي سيرا مختلفه فروزن. طبعا ده ممكن نعمله على بارفن بلوك دلوقتي او الاي ام نسبيشن كبسول هتشوف بقى طريقتها بقى ريزن كبسول. يبقى اذا التيشو يا ريزن كبسول فور اي ام يا اما بارفن بلوك فور لايت مايكروسكوبي او فروزن سكشن وتقطع بكرايوستات. فور لايت مايكروسكوبي نورمالي لما بيجي يقطعوا بقى التيشو وده انا بشرحه للعيان بقول له شايف حته الشمعه دي احنا بنقطع قطع قطع منها شرايح عشان نصبغها عشان نعرف التشخيص فانت تبقى عارف. بقطع تقريبا بيقطعوا 7 سلايدز ار بريبيرد ويز 2 مايكرومتر سيك ممكن 2 ل 3 كده يعني sections ده section رفيع جدا. القطعه نمره 1 و4 و7 بتتسبغ بالهيماتوكسين او سي ده بتوريني الخلايا كويس قوي. والقطعه رقم 2 و5 بن باسبوريديك اسيد شيف ونمره 3 و6 بتقطع عشان ان سيلفر ستين. في ستين ثانيه ممكن كونجريد ستين اما اكون شاكك ان عنده امينودوز. اذا ايه البارف في بوك بقطع وباسبغ الديفرنت ستينز دي. طيب ده بتاع الاي ام اهو يعني ده الكبسوله بقى بتاعت الاي ام اهو الكبسوله ده وفيها ريزن
وده التشو اللي عايم فيها هناك ده التشو ده تمام. والكبسوله موجوده هنا في الكاسيت هنا اللي هي ده نايمه ده دي كل عيان مو الكاسيت دي الكبسوله بنقطع منها وبنحط كل ويل دي فيها ايه شريحه شرايح اهي واللي بقطعه باخده على الشبكه دي وبأسبغه في ايه بقى الالترا ده اوند الترا سن يعني الواحد مايكرون بيتقطع اجزاء 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 الترا سن عشان كده بنسميه الترا سن سكشن ده مش مايكروتوم بقى ولا كريوستات لا ده بيبقى بيجي ازاز معين كده فيري شارب جلاس نايف يقطع حاجات اقل من مايكرو سكشن وبتصبغ باليورينايل اسيتيت وليد سيتريت ويبقى جاهز فور الكترون مايكروسكوبي بعرفنا لايت الكترون مايكروسكوبي ونيجي الايمينوفلوريسنس لان اعتقد ان الالكترون سهل لايت سهل الايمينوفلوريسنس انا عاوز احوش التشابك اللي فيه لان التشابك انت اديتني حته بتاعت الايمينوهيستولوجي فور الايمينوهيستولوجي بتبقى هاندلد بتو واي يا اما كفروزن سكشن ودي التعقيدات اللي كانت بتقابلنا بقى او ان انا بي هو بقى ايه بارافين بلوك ده سهل قوي فخلينا نقول ان في كتب القديمه كلها تنقبت كان كده وما زال في معامل كتير بتشتغل بالشكل ده يبقى فروزن سيكشن في الفروزن سيكشن التيشو اللي انا خدته بقى ده وانا في اسم الاشعه وحته دي بتاعت الايمينوفلوريسنس هتبقى فروزن بحطها في حته ايه سبونج كده وارطبها كده بشويه سلايم تبقى ايه سلاين ما في السبونج ودي اجري بيها على المعمل او اديها لهم بسرعه عشان هم ايه يحط عليها ليكويد نيتروجين او يسقعوها بسرعه او it is important that the tissue not to be allowed to float ممكن واحد غلطان يروح واخد حته الفروزن ويروح حاططها في سلاين باظت ليه بقى لان لو حطيتها في سلاين التيشو هيشفط الميه دي الايكو سوليوشن بي ابزورب باي تيشو ويدستورب الارتيش اوعى تحطها في سلايم تحطها في الجوز دي حته الشاشه او حته السفنجه دي وعلى نقطه ملح وتجربها على المعمل ايدلي ذا ترانزيت تايم تو ذا لابوراتوري شود بي ليس ذان 30 مينيت يكون جري على المعمل باسولج هم صرفوا فيها. طب في طريقه ثانيه مش قادر اجري اصل ده في الدور السابع وانا في الدور الاول وفي الاسانسيرات ممكن تضايقني if transportation is delayed, tissue should be kept on ice. يبقى عندك تانك تحطها على تانك. But should not be freeze. إنها تجمدها وما يفكوها هناك. هتبوظ التيشو. بتحطها على ايس وقدامك مثلا ايه ربع ساعة نص ساعة كده يعني مش أكتر يعني. تجرب على ما تودها معمل باثولوجي. شايف هنا ايه أنت متوتر في كل ده. طيب الراجل اسمه بقى ميشيل قال ده developed a holding solution وتعمل بقى موديفيكيشن كتيره انما السوليوشن ده مثله ايه ممكن تحط فيه التيشو من غير ما يبوظ يعني في روم تمبرتشر ويمكن يقعد معاك اسبوع تقريبا ده طبعا حاجه كويسه قوي. بعد ما هذا التيشو راح معمل الباثولوجي ان ذا باثولوجي لابوراتوري بيبقى بيتعمل رابيد فريزنج از امبورتنت تو ريديوس فورميشن اوف لارج ايس كريستلز بيكوز ذي ريزلت ان تيشو ديستورشن وسكشنينج ارتيفاكت يبقى لازم وصل بليكويد نيتروجين تسقيع سريع. يبقى ده لو انا هستخدم فروزن سكشن وعشان بعد كده اسبغه خد بالك الفروزن سكشن اهو المايكروتوم كرايو مايكروتوم بنسميه كرايوستات هيتقطع لشرايح خد بالك دي زي تلاجه افقيه كده وبصيت جواها لها غلطه كده بصيت بتاع ايه بتاع بيقطع الفن بيمد ايده ويقعد يقطع كده بتاع يقطع شرايح 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 كلها ساقعه ويبتدي يصبغها بنصبغها بايه؟ باي دايركت امينوفلوريسنس يعني الانتي بودي تو ذيس IgM لازق فيه فلوريسنس فبحط يشع عشان كده دايركت اندايركت حاجه ثانيه ده دايركت امينوفلوريسنس بايه من انتي بودي انتي اي جي جي اي جي ام اي جي اي سي 1 كيو سي 3 ماشي واذا كنت انت شاك في امينيدوز بسبغ فور كابا ولامدا الانتي لازق في امينوفلوريسنس جاهز احطه شريحه عليها انتي اي جي جي شريحه ثانيه اي جي ام شريحه ثالثه اي جي اي سي 1 كيو كابا لامدا الانتي واحطها تحت مع بعضها واخش على
عايز سبيشال مايكروسكوب بقى، يبقى ايه اندر فلوريسنس مايكروسكوبي، واشوف مين فيهم هيديني الفلوريسنس لايت ده، جرين فلوريسنس ده، يبقى ده بوزيتيف او نيجاتيف. وفي عندي انتي بوديز كمان، لو انا بقى بشتغل مع ترانسبلانت ممكن ايدنتيفاي ديفرنت سيلز تي سب سيتس وبي سب سيتس، عاوز اعمل فيرذر ستدي، انما ده الروتين. الدايناما دي ممكن اختصرها بالبارافين بلوك، ده براكتيكال ميثود ار ناو افيلابل تو دو اميفلوسنس اون بارافين سكشن. دي طبعا نفس الستينز دي، تمام. يبقى انا دلوقتي عرفت خدت التيشو وانا في اسم الاشعه، بصيت بالعدسه او تحت الميكروسكوب السكند مايكروسكوب sufficient، او اقطع دي لايت دي اميفلوسنس دي اي ام المينوفر انلايت بقطعها بالمايكروتوب واصبغها بالديفرنس سينز اللي قلناها، الاي ام حطيتها في ريزن كبسول والسكينة الازاز الشارب جلاس اقطع المايكروم، بيتقطع 10 او 5 اجزاء شوف بقى من المايكرو، واصبغه ويتفحص باي اي ام المينوفرسنس، يا اما بعمل بارافين بلوك واصبغها بالايمينوستين او فروزن سيكشن واسبل مينوستين. يبقى انا كده ايه قطعت الجزء كويس. طب ايه حكايه الامينوبركسيديز؟ ساعات بيقول لك امينوفرسنس ده رخم، لان امينوفرسنس عيبه انك انت قريت خلاص وصورت الصوره بتاعتك بترميه بقى، ما عادش ينفع الشريحه، ما عادش ينفع تبص فيها تاني، باظت. انما هنا الامينوبركسيديز ممكن تحتفظ بيها على طول. Aminoperoxidase staining of section obtained from paraffin أو بستخدم paraffin block ممكن تعمل amino staining aminoperoxidase technique. ميزته إيه؟ أولاً بيبقى more sensitive وتقدر تحتفظ permanently بالشريحة بتاعتك، إنما عيبه عاوز فني كويس قوي، أو بياخد وقت طويل وعاوز فني كويس قوي، اللي تلتقى الشريحه مليانه ارتفاكت، مليانه ارتفاكت اللي هو اندوجينس بيركسيديز اند اكسوجينس بيركسيديز. واندوجينس بايوتين في الستين دي بتبرودوس بازر سام هاي باك جراوند ارتفاكت بتضايقك، فعاوز فني كويس وعاوز وقت طويل عشان تعمل امينو بيركسيديز. انما وين ات از دان surely it is أحسن من immunofluorescence staining. أوكي، يبقى دلوقتي أنا عينة قدرت أسبغها باللايت مايكروسكوبي وعرفت الرحلة بتاعتها immunofluorescence، سواء بقى التكنيك frozen section أو paraffin أو immunoperoxidase أو electron microscopy. طيب أنت مصر على electron microscopy ليه؟ أنا in my clinical practice actually يمكن دي الشريحة اللي بتبين لك إن في أمراض ما ينفعش تشخص من غير اي ام، ما عملتش اي ام مش هتشخصها، وبالتالي ما ينفعش تتعامل معاه من غير عن جاب هيماتوريا، ما تعملش بايبس طالما مش تعمل اي ام. شايف الالبر سندروم سين بيز ميمبرين، طيب عن جاب ديبوزيت هتقول دي امينو تاكتايد وفايبريلاري ولا كرايو ازاي من غير امينو فلوريسنس؟ ساعات فايرال بارتيكلز في امينو ستين، انما ساعات بتشوفها بالالكترون مايكروسكوبي. في امراض زي النيل باتيلا كولاجين تايب 3 جلوميرولوباثي والدنس ديبوزيت ديزيز، ما ده عاوز الكترون مايكروسكوبي. اذا انا بقول بقى الشريحه دي بتقول ان الامراض دي بتقول بالنيجاتور لازم الكترون مايكروسكوبي. ان ماي براكس ماي كارنت براكس ناو، بعد المفاجآت اللي شفتها في عيانين ما بياخدوش سترويد بياخدوا سترويد وريزيليانت كورس او سترويد ريزيستنت، ابتديت ايدي تجري على الالكترون مايكروسكوبي، وكان في سربرايز كتير جدا، لقيت حالات كتيره ممكن نتكلم فيها كتير قوي، بحيث اصبح عندي قناعه ان الاي ام ده في الروتين براكتس لازم اكتر من كده بكتير مما احنا بنمارسه. شفت عينين مينيمال تشينج وطلعت ان هي اكبر، لا شفت عينين مينيمال تشينج وخدوا استرويد ريسبونسيف وبعد كده ابتدوا يبقى رزين الديكورس وجاب عن بايبس لقيت مينيمال تشينج اون توب اكبر. شفت عن فوكن سيجمنتال عيانه، انا شخصتها فوكن سيجمنتال في مين بيشنت جاب كرياتينين 2 او 3 وهايبرتنشن وبروتينوريا هيماتوريا، وعملت بايوبسي شخصتها فوكن سيجمنتال
انما لاحظنا ان شويه في فورم سيلز كده وورناك ان العينه دي راحت المانيا وانا كتبت ريبورت ان عندي جاي بريزنتنج كذا 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 والبايبس قالت كذا 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 وديتها الريجمنت ده والالمان شافوا فعلا وقالوا اوكي ذس جود اكسلنت البيشنت فحص كويس خد عليها كويس اند وي اجري بس خلينا نفحص العينه كده بالاي ام دي نعدو بروتين فكانت السربرايز ان العينه دي هي كانت ريزيلينت كوردام هايبرتنشن بتاعها عالي وكون قدرت اتمكن منه كرياتين كان 3.5 ميزان 3.2 يمكن من ان هي ظبطت اكلها مش من العلاج اللي انا اديته انما المفاجاه يمكن هي والالمان نفسهم ان وجدوا ان العينه اللي عندها فابري ديزيز مشكله بس فابري ديزيز مش مشكله العيان يو هاف تو دو سكريننج فور ذا فاميلي لان انت قلنا انه معظم عيانها اما عامل انزيم اسي هاف فابري ديزيز فانا اصبح عندي قناعه ان يمكن 10 سنين قبل كده مثلا كنت بعمل اي ام مثلا في 1% 2% من العينين لا انا دلوقتي بعمل 40% ممكن اعملهم الكترون مايكروسكوبي يمكن بره روتين في كل الناس فاقصد ان الكترون مايكروسكوبي لازم ناخد اهتمام مننا اكتر في عينين كتير بيضايقونا بيتعبونا في المانجمنت وهم التشخيص اللي احنا حاطينه غلط محتاج تعمل اي ام وايه ما اصبح سهل يعني سيبك من حكايه محتاج سبيشال بريباريشن من البدايه عشان اي ام لا هات بارافين بلوك عادي خالص وهوريك حالا دلوقتي بارافين بلوك عادي طلعت الكترون مايكروسكوب متشخصه كويس وهوريها لكم بعد شويه اذا الاي ام بليز له اهميه كبيره في ان اور كلينيكال براكتس طيب الامينو هيستولوجي مهم الانتي جي بي ام صح محتاج امينو فورس ده ممكن تعمله انلايزر بوس اميون محتاج امينو فورسنس مش كده سبيشال فيروس ممكن تشوف سبيشال ستين بي كي مثلا كولاجين تايب 3 تايب 4 الناس بتوع البرت سندروم فايبرونكتين ديزيز مهم يمكن لو قلت لي الحاجات دي اهم منهم اج ان فروبس اللي هي ما اتقالتش في الشريحه اج ان فروبس غير امينو فورسنس هشخصه ازاي طيب الملكر بيولوجي الاسم خد كده بس الاجيال الجديده لازم تهتم بالحاجات دي ان دي موضه جديده الميكرو بيولوجي على التشو مهم جدا شايفين البانف كلاسيفيكيشن اتغير تماما بالميكرو بيولوجي والمستقبل هيبقى الكلام ده هيبقى ان ديبس احنا عارفين ان سايتو هايبريدايزيشن هاز بين ا باورفول تول فور ا هوست اوف انفستيجيشن ستادي كتير قوي ا فرايتي اوف ميكرو بروبس موجوده دلوقتي كوميرشالي هاف بين يوز تو ستادي جين اكسبريشن at the level of messenger RNA and for detection of viral sequences. يعني ممكن تشوف يعني زي ما احنا عارفين كل الديزيز وكل الديفنس وكل الرياكشن بيعتمد على الجينيتك بروفايل. فدلوقتي لما بتدرس الجينيتك اكسبريشن بتقدر تفهم الديزيز اكتر باعتمادا على البروب والانسايتو هايبريدايزيشن. وزي ما قلت لكم ان بامف كلاسيفيكيشن بيعتمد على الجين اكسبريشن دلوقتي والبروبس الموجوده ومش كده بس ممكن بروب سبيشال فور ابشتاين باور فيروس تشخص به بوست ترانسبلانت ليمفوبروجريسيف ديزيز ارينا بابس سبيسيمن ممكن تكون سورس للدي ان اي والار ان اي ممكن اكستراكتد عشان الامينو بلوت وممكن عشان تعمل بي سي ار ممكن تعمل مايكرو اري المايكرو اري انك بتدرس الجينيتك اكسبريشن في التشو والميك اب بتاعه تقدر تشخص بو ديزيز مايكرو اري البروتومكس ده عباره انك بتدرس البروتين الموجود في التشو بتاعك وان في النهايه اي اميون رياكشن عن طريق بروتين معين اللي هو اتحكم في عمله الجين معين فده بيجي بقى الجين اكسبريشن والبروتيومكس الجين بروتيومك فده دي موضه جديده اللي ممكن نمارسها على التشو بايوبسي وتفهمنا اكتر الديزيز وهاو تو مانج ان كيسز مور بروبرلي
طيب احنا في المرحلة التانية بقى، انا دلوقتي خدت البايوبسي كل ما يتعلق بيها، التشو وتحضيره والصبغات بتاعته. طيب انا بقى قدامي الشريحة، ازاي بعملها انتربريتيشن؟ تقوم تنور عشان باثولوجي؟ لا، ما هو انا كنفرولوجي عشان ابقى مكتمل التقرير اللي جالي ده وفي كلام مكتوب وفي صور موجودة ابقى عارف جات ازاي. تمام، فهو بينتربريت ازاي؟ انا مش شغال الباثولوجيست، انا هديك الاساسيات ازاي بينتربريت. فبنقول بنيجي نقول ايه the evaluation بيبتدي ازاي؟ should begin with a review of all tissue that is present on light microscopy. بيجيب شريحة وحطها على الميكروسكوب اللايت بالlow power ويبص بسرعة على الشريحة اللي قدامه، هل هي adequate or not adequate؟ عندي 10 جلمرناي وعندي 2 vessel، adequate. لقيت ما فيش جلمرناي inadequate. طيب ممكن تبص كده حاجه ميجور، تبقى مثلا اكستنسيف فايبروزس، ستريبد فايبروزس، لقيت انفاركش، ممكن تشخص حاجات كده ايه باللو باور، ممكن تنهي قصه باللو باور انسفيشن بايوبسي، ده كورتيكال نيكروزس ممكن. يبقى الاول سكريننج كده باللو باور. طب بعد ما عملت سكريننج واطمنت ان كل حاجه اوكي، بخش بقى ايه سيستماتيك. This is followed by a systematic evaluation of a انت سيستماتيك، ما تخش انت الدنيا مش قدامك كده غرقان، لا سيستماتيك. ابتدي بالجلوميرولاي وركز عليها، بعد ما فحصتها كويس قوي بص على التيبيول، بعد ما فحصتها كويس قوي اشوف الانترستيشن والفاسكليتشر. بقى عيب على بعض الناس، جاي التقرير بتاعه قاعد يتكلم على الجلوميرولاي وفول ستوب، ما جابليش سيره التيبيول انترستيشن، مع ان هو جاي يقول ميمبرنس، لو قال لي ان في فايبروز وتبنى الاتروفي والكلام ده ممكن هغير المانجمنت بتاعه، لقيت نيو في نيوتروفين انفلتريشن هغير المانجمنت بتاعه، فلازم التقريب اسيستماتيك جلوميرولاي تيوبيول زين انترستيشن زين فاسكليتشر. وده انت ما بتقرا، انا يمكن انا ايه اشوف الرشته بتاعت اي دكتور قدامي او رشتتي انا شخصيا، ساعات عيان اقول وريني الرشته بتاعتك انت، انا شفتك من 10 سنين وريني كده، ابص على روشته، من 10 سنين انت كنت عندك كذا وكذا من البايوبسي من روشته، اشوف روشته الدكتور، الراجل ده البرين بتاعه منظم، لان كاتبها بطريقه منظمه، كاتب كذا ثم كذا ثم كذا، مش خلطه بيطه. برضو وانا ببص على البايوبسي انا منظم، بصيت بصه سريعه بالنيو باور، اوكي عرفت ادكوت، ما فيش حاجه تلفت انتباهي غير كده. خشيت بقى جلوميرولاي وانا بقرا التقرير، كاتب تقرا الجلوميرولاي الاول ثم التيوبيول والانترستيشن والبلاد فيسل، ده منظم. طيب انا نورمان قدامنا اهو، يعني يمكن ده رسم، ده ام شايف ده الجلوميرنس، ده اليورينال سبيس بتاعنا هو، تمام، وده البارايتال ابسيليوم، ده البومنز كبسول ماشي، وده البارايتال ابسيليوم بتاعها اهو، كل حاجه دي مهمه. ما نتكلم على كريسنتك، هنتكلم على الخليه ده وعلى الوولدي، وده اليورينري سبيس، وده عندي ده التافت، جلوميرولار تافت اللي هو بيتكون من الكابيلاريز، شايف الكابيلاري دي الكابيلاريز ده، وبين الكابيلاري وبين بعضها موجود عندي الميزانجال ماتريكس اللي هي الغامقه دي، ودي ميزانجال نيوكلياي، ميزانجال ايه نيوكلياي، وبعدين ادي الميزانجم اهو جوه بين الكابيلاري وبطاقه، هو اللي ماسك الكابيلاري، وفي شويه ميزانجم في الرقبه بتاعت الجلوميرولس اكسترا جلوميرولار، موجود بين الديستال كونفيوتيبيون الماكينه الدنسه ده واكسترا جلوميرولار بنسميه ستوك ميزانجيوم، اكسترا جلوميرولار ميزانجيوم اللي هو موجود في الجورما تي اس ال في الدرينن زي الماكينه الدنسه كده. طيب ادى الميزانجيوم بتاعه والميزانجيوم النوكلياي وادى الكابيلاري، الكابيلاري من بره شايف راكب عليها البودوسايت، ادا بودوسايت اهي، وادا بودوسايت حلوه اهي موجوده اهي، نفتكر بقى البودوسايت بنيجي نتكلم عن بودوسايتوباسي، يبقى بنتكلم عن بودوسايت دي. جوه الكابيلاري موجود، ادا شايف جوه الكابيلاري اهو موجود سيل اهي، ادا نيوكلياس دي اندوثيليال سيل، يبقى ادا الاندوثيليال سيل، ادا البيزنت ممبرين، ادا الميزانجيال،
ماتريكس ادا الميزانجل نيوكلياي ادا البودوسايت ادا اليورينال سبيس ادا الكبسول وادا البرايتن ابيثيليوم تمام وادا الديستان كونفوليوتد الماكينة الدنسة وادا البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول تمام ده سكشن اهو موجود عندي ادا البنفسجي ده الميزانجيوم وده ميزانجيوم النيوكليا وده كابيلاري هيا وده اندوثيليال سيل موجود اهي وادا بودوسايت اهي وده يورينال سبيد وده بارايتال ابسيل ده النورمال جلوميرولاي The first assessment of the glomeruli is determination of the overall glomerular similarity. ببص على السيميلاريتي بتاعت الجلوميرولز. نورمال زي ما انا وصفت كده. طبعا بستخدم هيماتوكسين اوسين ستين عشان اشوف الخلايا احسن. ولا تمام. طب ايه هي النورمال؟ Under normal condition, a typical cross section through the mesangium contain one or three mesangial nuclei. اقعد ادور على النوكليا بتاع واحد اثنين ثلاثة. كنا زمان بنقول ايه يعني يمكن كان التعبير ده كان بتاع الدكتوره فاطمه تقول ايه هات كابيلاري وده كابيلاري بينهم ميزانجيوم ما تلاقيش اكتر من 1 رو اوف سيل نيوكليا اكتر من رو يبقى ده ميزانجيوم ايه اكسبانشن هايبر سيلولاريتي ده كان التعبير اللي احنا حافظينه وصح برضه ان هو قالك ايه من 3 ل تقريبا 3 جلوميرولاي ميزانجيوم نيوكليا موجودين طب غير الميزانجيوم موجود عندي ممكن انتقى 2 1 or 2 نيوتروفيل but more than this يبقى abnormal واحده اثنين بالقوه هتقعد تدور عليهم مش هتشوفه انما لو كنت دقيق او يمكن تنتقى واحده او اثنين ممكن انتقى مونيوكلر سيلز مونوسايت 1% of الخلايا الموجوده موجوده انما بيبقى صعب انك تفرقها عن الليمفوسايت ايفن صعب انك تتلخبط بينها مع الابيثيليال سيلز محتاج امينوهيستو كيمستري او الكترون ميكروسكوب عشان تقدر تكتشف المونوسايد ده اذا هو الخلايا فعلا انت تبقى شايفها بالراحه الميزانجيال نيوكلياي الاندوثيليال سيل والبودوسايت والبارايتال ابيثيليوم طيب انت لقيت بقى في هايبر سيلولاريتي لازم تشوف السيل تايب دي ايه هي الابنورمال دي هل هي نورمال سيلز انما زايده اندوثيليال سيل فيسرال ميزانجيوم ولا هي انفلاماتوري سيلز مايجريتنج زي النيوتروفيل او الليمفوسايت او مونوسايت الهايبر سيلولاريتي دي جايه منين ميزانجيوم ولا انفلتريتنج سيلز فمثلا ده نموذج هتيجي ادا جلوميرولس هاي ماجنيفيكيشن ادا البارايت ادا اليورينال سبيس ادا بارايتال ابيثيليوم ادا بودوسايت اهي الكابيلاري دي كابيلاري هي تلاحظ ان الكابيلاري كلها مخنقه انما شوف الميزانجيوم واضح ان الميزانجيوم مليان خلايا مليان خلايا واذا بصيت في الخلايا هي نيوتروفيل اهي دي نيوتروفيل ده شايف دي نيوتروفيل يبقى هنا موجود عندي لوت اوف نيوتروفيل اهي نيوتروفيل ده اكزيتيف جمان فراس ده حاله بوست استريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس ده اكزامبل طيب بعد ما شفت الجلوميرولار سيلاريتي نوعها ايه بخش على الكابيلاري دي اكزامند ار اكزامند تو ديتيرمين وذر زي ار بيتنت مفاتحه ولا مقفله يعني كولابسد ولا مليانه فايبرين ولا بليتلت ببص على الكابيلاري اللي ببينها لي اكتر الباس والسيلفر ستين are important in evaluation of capillary wall. Post stains when label normal, كلها ده normal capillary, أو إن تنتقى في second basement membrane, وده نموذج اهو. ده سيلفر ستين شايف ان basement membrane غير ان هو second. بص الحتة دي هتنتقى هنا ايه؟ فيه إيه زي spike كده. Spike هنا. Spike جاء من جوه لبره خارجه من بره هي حقيقه ده اكستنشن تحت البودوسايت يمكن بص في الشريحه دي هتبقى هنا اوضح اكتر شايف سبايكس هنا باينه اهي ادا سبايك اهي فين هي تعالى ارو اهو سبايك باينه هنا كويس قوي قوي ده عباره عن اكستنشن من انبيزن ممبرين ماتيريال انتو بين تحت البودوسايتس ده عيان سكند ستيج ممبرنس نيفروباسي وستين دي سيلفر ستيج
طيب حاجة تانية النكروتايزنج جلوميرولونفرايتس نكروز بقى في الجلوميرولس أو أنتوا أي سبب من أسباب النكروتايزنج جلوميرولونفرايتس كابيلاري وول including بيز ممبرين ماي رابشر فرقع وبقت معجنة تبقى لاست حتة كده نكروزس كابيلاري لاست رابشر وممكن غالبا بقى معاها في نيكروز بقى في فايبرين موجود بس لازم نفرق بين فايبرين في نيكروتيك اريا في نيكروتاز جلوميرولونفرايتس او فايبرين ديبوزيتس في ديبوزيت في الكابيلاري زي في حالات مع انتاكت بيزم ممبرين زي في حالات ايه السيرموتيك مايكرو انجيوبس ممكن ينتقل فاده نموذج اهو ده نيكروتايزنج جلوميرولونفرايتس سيجمنت اهو نيكروز نيكروتايزنج جلوميرولونفرايتس وعامله كريسنت الكريسنت تجد ان في اني بروليفريشن في نيورينر سبيس شايف النيورينر سبيس هنا كلين انما هنا اوكوبايد باي سيلز بيبقى ده كريسنت يعني في عندي كريسنت وفي سيجمنت نيكروز نيكروتايزنج جلوميرولونفرايتس ده عيان انكا اسوشيتد سمول فيسنج فاسكولايتس والاحمر ده فايبرين هتجد شايف هنا الكابيلاري باينه ازاي مفتحه طب فين الكابيلاري هنا ضاع فرقعت ونكروتك والاحمر ده فايبرين نيكروتايزنج جلوميرولونفرايتس ممكن لارجر اميون كومبلكس كان بي سين اون ماسن ترايكروم ستين ذيس ديبوزيتس كان اولسو بي ايدنتيفايد لو انا جبت بقى شريحه يعني رقيقه او 1 مايكرون سيك احنا عايزين بنشتغل ب 2 اور 3 اللي هي البارافين عشان اجيب 1 مايكرون عايز بقى الشريحه تبقى في حاجه هارد او بلاستيك بنسميها بلاستيك سيكشن يبقى هارد ممكن اقطع حاجات رفيعه قوي 1 مايكرون ممكن اسبغها بالتوليودين بلو ممكن اقدر اشوف الميين كومبلكس الميين كومبلكس ما اقدرش نشوفها يعني لما بتيجي تقول ممبرين اسبلتاقه سبايك دي ده اكستنشن للبيز ممبرين ماتيريال ان بتوين الميين كومبلكس انا ما بعرفش اشوفها عشان اشوفها عاوز اي ام او اعمل انستين دي توليدين بلو بس عشان تبان عاوز سكشن فيري سين سكشن يبقى عاوز بلاستيك امبيدنج برضو في حته دي جمله عابره انك فيسرال ابيسيال سيلز لازم ابص عليها ودي قصه لوحدها ممكن يحصل لها هايبرتروفي ممكن يحصل لها اتروفي ممكن يحصل لها هايبرفليزيا بودوسايت ودي مجموعه امراض اسمها بودوسايتوباسي دي لوحدها ممكن تبقى محاضره ممكن اقول محاضره في نيتر اون عن البودوسايتوباسي اوكي ده وعد تاني هقوله ده فيلم هو ده مقطوع بقى الترا سين سكشن 1 مايكرون ومصبوغ بالتوليدين بلو ده طبعا حاله ميمبرينس لان الميمبرين واضح ان سكه اهو وفي سبايك وبين السبايك الحاجات الزرقاء دي الحاجات الغامقه دي هي دي الاميون كومبلكس اللي بشوفها بالالكترو مايكروسكوبي هنا قادر اشوفها بالتوليدين بلو من غير الكترو مايكروسكوبي بعد كده احنا اتكلمنا على الميزانجيم سيلاريتي في الماتريكس بقى اخبارها ايه الماتريكس ده بتبقى بتبان بالباس او بالسيلفر ستين ممكن يكون في اكسبانشن ميزانجيال ماتريكس والاكسبانشن ممكن يبقى جلوبال اكسبانشن او ممكن يكون سيجمنتال اريا او ميزانجيال اكسبانشن او ممكن في الستوك ريجن حتى هي تحت عند الماكرا دينسا اللي قلت عليها اكسترا جلوميرولر اكسترا جلوميرولر ميزانجيم اوكي ده الايه ميزانجيال اكسبانشن ميزانجيال ماتريكس اكسبانشن ماي اكستند ده قصه بقى تاني غير ان هي الميزانجيم اكسباندد كده لا ده ممكن مش كده وبس احنا هنشوف نماذج لميزانجيال اكسبانشن ده فوكال او ديفيوز وساعات يديك في دايبيتك بيديك الجلوبيولز دي ابشتاين نوديول دي نودلر يعني لا في حاجه تانيه ان الميزانجيم بيكسباند اكسباند اكسباند عاوز يخرج هيفرقع عشان كده تلاقى الجلوميرولاي لوبيليتد في الام بي جي ان ميزانجي كابيلاري بيقوم ايه انت عندك كابيلاري يقوم يخترق يحشر نفسه بين جوه الكابيلاري بين الاندوثيليال وسيل والبيزمن ميمبرين بيسميه انفاجينيشن بين الاندوثيليال سيل اند بيزمن ميمبرين
وده يديني ايه دبل كونتور سيكند بيز ميمبرين. بنحط التعبير ميزانجل انتر بوزيشن سيكنينج وميزانجل انتر بوزيشن. طيب ماشي اوكي. ادي نموذج ده طبعا واضح من البصل او ده دايابيتك نيفروباثي. ده نموذج الاكسبانشن شيف دي نورمال اهي. الاحمر ده هو ده الميزانجم الاحمر حاجه بسيطه كده. انما ايه رايك هنا بقى؟ لا ده في اكسباندد شايف هنا حته دي اكسباندد اهي اكسباندد اهي. ده هنا راح عامله نوديول نودينر اهو هو كمان اشتغل ميكسون نوديول وشايف هنا اكسباندد ميكسون نوديول. وهنا بالسيلفر بين اللون الاسود ده سيلفر يبقى ده different grades of mesangium expansion. ده expansion هنا focal إن فده كان diffuse وعمل nodule. ده focal شايف الحتة دي الجلميرز دي normal capillary والmesangium كل ده normal وده هنا normal هو. إنما هنا إيه segmental ده عيان focal segmental glomerulosclerosis تمام. هتلاقي ايه ساعات في تقرير الباثولوجي كتبين كلمه ميزانجيولايسيس كلمه تقوم تتخض منها كده ايه ميزانجيولايسيس دي هتبقى اكتر موصوفه في الثرومبوتيك مايكرو انجيوباسي. ده عباره عن alteration of the mesangium that is characteristic of thrombotic micro angiopathy but can be observed في عينين تانيين زي الدبيتك وحاجات زي كده. ايه هو الميزانجيولايسيس دي؟ هي الميزانجيوم بيبقى مبهدل مهرول. هو عادة الميزانجم موجود لازق في عندك الكابيلاري والميزانجم محوطها مفيش فراغات بينهم. الحتت من الميزانجم اللي هي لازقه في الكابيلاري ابتدت تبقى مهلهله. فده ايه؟ ميزانجيولايسيس. appear as relaxation or disruption of the attachment of the capillary basement membrane to the mesangium. the basement membrane طب انت الحته دي بقى هلهلت يقوم basement membrane بالون. outward in early lesion the potential space فراغ ده is filled with disrupted mesangial matrix. المزان ماتريكس اللي هي هالهيلت دي زي حتة جيلي كانت ماسكة نفسها ثابت. هالهيلت دي تملى الفراغ اللي اتملت دي. ممكن يجي شوية فايبرين ممكن شوية بليتريت ثرومباي ممكن فراجمنتد ار بي سيز او اذر ماتيريال هنشوفه بعد شوية. eventually الحتة بقى الميزانجيوليتك دي هتبقى سكيلروتك. اسكيلروتك يعني ما فيش فانكشن. ده معنى كلمة ميزانجيو لايس. الصورة دي يمكن بلاك اند وايت انما هتعبر عن اللي انا عايزه وهشوفها برضه صورة كالر كويس. ادى حتة شايف هنا ايه دي حتة ايه يعني شوف هنا الميزانجيم هنا ادى كابيلر اهي وده الميزانجيم حوالين حين وماسك نفسه اهو. ادى كابيلر وده الميزانجيم. ادى كابيلر الميزانجيم ماسك نفسه. انما هنا شوف ايه رأيك مفرول مهرول هنا وشايف الفراغ اللي اتبنى ده حصل بالونينج للكابيلاري وول. هنا في ميزانجيولايسيس. ابص هنا اهو او هنا في ميزانجيولايسيس في الحته ده الحته ده الحته دي ميزانجيولايسيس. ده معنى كلمه ميزانجيولايسيس وهنا اهي موجوده كلام. دي الحته اهي ميزانجيولايسيس اهي ده مليانه اتملت فايبرين اهي دي ميزانجيولايسيس تمام. ده كلمه طيب نخرج بقى بره ايه احنا بنتكلم في الطفت بعد كده بعد الطفت في نورينر سبيس ثم البومنز كابسول. البومنز كابسول البيز ممبرين بتاعها السكر زين الكابيلاري بيز ممبرين. كابيلاري جوه ايه كابيلاري طفت الكابيلاري بتاعتنا جوه الطفت دي لها بيز ممبرين نو سيكنس. الكابسول اتخن منه في النورمال ستيت. انما ممكن البارايتال ابيسيليوم هو مغطي الكابسول دي ممكن يرسبوند تو انجري بيحصل هايبرتروفي يبقى في سيكنس زايده في كبسول وفي بروليفريشن الخلايا دي وهايبربليزيا ومش كده وبس ده ممكن كمان يجي ايه انفيدنج سيلز الفلاماتوري سيل مونوسايت ماكروفاج ويديني كريسنت. عشان كده لما بنتكلم على كريسنت احنا بنتكلم دلوقتي على البومنز كبسول والبارايتال ابسينيوم وانفيدنج سيل تقوم ايه كل اللعب ده بقى اكسترا كابيلاري. او منظره ادا الطفت اهو ده الطفت بتاعي وده المفروض كل ده يورينر سبيس شايف بقى وده الكبسوله هي بتاعت الجلوميرولس هنا في سيكنينج وفي خلايا كتير ظهرت في يورينر سبيس وعملت اللي بنسميه كريسنت. عشان كده بنسميه وده بينسيركل الطفت وعشان كريسنت ده في الاول بيبقى سيلر كريسنت
وبعد كده بقى فيبروتك ويكمبريس يخنق ينهي على الطافت بتاع الكابيلاري ده. ده كريسنت جلومينوفرايتس ايه سببه؟ شوف جوه ما عملنا ايمينوفرسنس دي حته بتاعت الكريسنت مش مسبوقه بالايمينوفرسنس، انما الباثولوجي جوه موجود عندنا اهو. ده هتجد ان في لينير ديبوزيتس، شايف الكابيلاري دي اهي، ده كابيلاري ايمينوفرسنس اهو لينير لينير اكنك راسم الكابيلاري. ده حاله ايه؟ لينير اهو، شايف لينير ديبوزيت، ده حاله جود باشر سيندروم جايب كريسنتيك جلومينوفرايتس. اوكي الارتريون احنا شفنا الطفت اليورينال سبيس الكبسول الارتريون بقى بتاع الافرنت ارتريون افرنت والكلام ده. الارتريون بتاع الجاكستا جلومينال ابريتس، ما احنا عارفين الجاكستا جلومينال ابريتس عندك افرنت وافرنت وبينهم الديستانت كونفوليوتد تيبيون والجلوميرولس. المثلث ده هو الجاكستا جلومينال ابريتس، هو بيتكلم عن الافرنت بقى والافرنت بتاع الجاكستا جلومينال ابريتس may be markedly abnormal because of presence of glassy eosinophilic hyaline material أو نتيجة الإديمة أو فايبرين أو other inflammatory change hypertrophy sclerosis. They may also contain fibrin thrombi زي بحالات الـ thrombotic microangiopathy في HES وأشوف segmental fibrinoid necrosis. هنا إيه؟ هنا على الماتيريال نشوفها ده ارتيوها انت بن هايلاين ارتيريوم سكلروزس شايف هايلاين ماتيريال اهي شايف هايلاين ماتيريال في الارتيريوم هايلاين ماتيريال اهي في الارتيريوم كل ده هايلاين تشينج في الارتيريوم شايف ده افرنت ارتيريوم اهو وفي في فايبرين سرومبار عين اتش يو اس ده ارتيريوم خلصت الجلوميرولس سيستماتيك خشنات تبيون. انا عارف معلش ممكن يكون بعضكم ابتدى يتعب، انا من الاول قلت احنا بنتكلم عن باك بون اوف نيفرولوجي ما بتكلمش على كابسول انديكيشن كونتر انديكيشن. انا ممكن اقف هنا واكمل الجزء ده وانا شايف كده ان انا بادئ ان احس ان في ناس ابتدت تتعب مني. انا بتكلم على بقول ان كنا بايوبسي مش واخدها بالسيمبل انديكيشن كونتر انديكيشن والبايوب واخش الابره واطلع، ده كلام ممكن يتقال في ربع ساعه. انا بتكلم على ازاي بستخدم الكيدني بايوبسي فور بروبر اندرستاندينج اوف ماي بيشنت اند هاو تو يوز ات تو تيلر ماي ثيرابيوتيك ابروتش اند بوت بروجنوزس بروفايل of my patient. عشان كده انا شايف ان بعضكم ابتدى يتعب، ده مش مشكله، انا عاوزكم تبقى always fresh with me. لان انا كمان برضو احب ان انا ابقى fresh، لان when I speak I try to بحاول اخرج كل ما امتلك من خبره في التعامل مع عيانين، لان ده شيء مهم. عشان كده انا شايف ان نقف هنا، انا ناقصني ان انا اتكلم على التيبيول عن بلاد فيسل ده بلايت، بعد كده هتكلم عن الكترون مايكروسكوبي وهستخدمه ازاي تمام، وبعد كده الامينوفرسن ستين، وبعد كده اخر بقى ثلاث اربع شرايح الانتجريشن. هانتجريت بقى كل الكلام اللي انا جبته ده بقى من الكلينيكال بتاع العيان من هيستوري اللاب والباثولوجي. خد بالك انا بالظبط بحس بكل الحاجات دي زي بالظبط معلش هقاسم كنت تطبخ حاجه يعني بتجيب دي على دي على دي باسماء الحاجه دي حاجه واحده بس فيها معجنه الكلينيكال مع نابوراتري مع الباثولوجي. وقلت طب انا فين ايه الاكتيفيتي والكرونيسيتي بتاعت الستوري دي وبالتالي هاو اي ويل مانج ذس بيشنت. يمكن ده الجزء الاخير. اوكي عشان كده عشان تفضلوا معايا فريش وعشان الفايده تبقى كويسه ميعادنا ان شاء الله النهارده الخميس، ميعادنا الاثنين القادم ان شاء الله عشان نكمل هذه المحاضره. وشكرا دكتور محمد. ازاي الصوت مش سامع يعني حضرتك؟ الصوت بيرن قوي. سكيب خد طبعا
طبعا انا بشكر باسمكم طبعا استاذنا الدكتور محمد صبح على المحاضره القيمه اللي وضح فيها الاكسبيرينس العميقه جدا جدا. هعيد تاني الجمله اللي انا كنت بتكلمها. طبعا بشكر باسمكم استاذنا الدكتور محمد صبح. طبعا واضح انا كنت مستمتع جدا بالمحاضره لان انا كنت بسمع من الموبايل فا I enjoyed it very much لأن فيها مزيج ما بين البيزك انفورميشن والإكسبيرينس العميقة جدا جدا. يمكن حالة الفابري ديزيز بتوضح هذا الكلام. لكن عاوز أضيف كومنت صغير كده لو أذنت لي يا دكتور محمد. ساعات أنت حضرتك قلت إن إحنا ممكن نقرأ البيوبسي يعني الإيميون فلوريسنس يتعمل على برافين والإي إم يتعمل، لكن زي ما حضرتك أشرت إن ما كانش في تكنيشن شاطر الكلام ده ممكن يؤدي لضلالات شديده جدا. يعني عشان اقرا الاميون فلوريسنس مايكروسكوب اللي يعتبر جولد ستاندرد للاميون رياكشن اللي موجود في التيشوز لابد ابقى اتابع التكنيك اللي هو الفروزن سيكشن. طيب انا مش هقدر اتابع الفروزن سيكشن وهقراه على برافين، يبقى لازم في انزيم بيتعمل علشان اشتغل على التيشو بشكل كويس، والا هيبقى الامين بريكسيديز اللي هو المفروض السنسيتيفيتي بتاعته اقل 30% من الامين فلوريسنس افضل في السيتويشن ده، يبقى اي شود اوبتمايز التكنيشن ورك اللي موجود. يمكن احد الاسئله اللي جت على الشات الايزوليتد مايكروسكوبك هيماتوريا والبايوبسي، حضرتك يعني لو ان اكسبليند هيماتوريا بعد ما اعمل ايمينولوجيكال ورك اب واعمل الكلام ده كله والكرياتين النورمال ومفيش هايبرتنشن، هل سعادتك شايف ان كلينيكالي نعمل بايوبسي ولا لا؟ يمكن انا قلت الديسيجن ميكنج، طبعا هنتكلم على جلومير هيماتوريا. يمكن كان في جمله مهمه بتقول ان الحاجات الاسوشيتد مع الهيماتوريا دي هي اللي بتخليني هعمل بايوبسي ولا مش هعمل. انما لو جيت قلت لي عيان ما عندوش فاميلي هيستوري، ما عندوش جروس هيماتوريا، ما عندوش هايبرتنشن، ما عندوش بروتينوريا وكيدني فانكشن نورمال، اي ويل هيزيتيت تو ماتش تو دو بايوبسي. انما عيان فيري انكشس وبيجي له ساعات جروس هيماتوريا، عيان فيري انكشس ان في فاميلي هيستوري اوف رينال فيلير، هنا هعمل بايوبسي. بس خد بالك هيماتوريا بايوبسي يساوي availability of electron microscopy، من زي ما اتفقنا شفنا لما المقال اللي نشرتها الدكتوره فاطمه في السنه دي في 2020 في experimental and clinical nephrology. زي ما شفنا كان 60% من الحالات كانوا اكبر ان هم بقى ايه فيهم family history او فيهم attacks of gross hematuria كان اكبر. وسين بيزل ممبرين، سين بيزل ممبرين اكبر ده electron microscopic diagnosis، وكان الجزء الثاني كان اي جي نيفروباثي. فهيماتوريا يبقى هم بايوبسي، يبقى لازم اي ام ومينيفروسس. النقطه الثانيه اللي كانت في الكومنتريز او في الشاتنج اللي جت، لو واحد بودي ماس اندكس 40 وجايب لي سب نيفروتيك بروتينوريا، لو سب نيفروتيك بروتينوريا وبودي ماس اندكس 40 وما عنديش ايمونولوجي مش لوبس ولا مش هعمل بايوبسي، راي حضرتك؟ انا رايي مش هعمل بايوبسي. نسمع من سعد. اوكي النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، لانها زي ما الدكتور حسين بيقول ان اوبيزيتي بير سي كان كوز بروتينوريا، اوبيزيتي بير سي كان كوز فوكن سيجمنت جلوميرولر سكلروز. وهنا ما دام احنا عندنا وقت يعني طبعا تكنيكالي انك تدو بايوبسي في عيان اوبيز لايك ذس صعب، وما دام صعبه يبقى المشاكل اكتر. وبعدين انا باجي اسال نفسي، انا بقول عيان كده بقول له الاوبيزيتي هي سبب البروتينوريا، حتى لو كان في سبب اخر البروتينوريا ثلاث ارباع البروتينوريا عندك دي من اوبيزيتي. يعني الاوبيزيتي دي دور يا اما سولو لوحدها هي السبب او سبب كبير في البروتينوريا دي. وبالتالي اذا كان isolated بروتينوريا مش نيفروتيك مش عامل بايوبسي.
انما انا ان زي ما قلت تكنيكال ديفيكولتي. انما انا فاكر عيان يمكن بكام اكسبيرينس, عيان اكستريملي اوبيز عنده سليب ابنيا. خد بالك مشكله السليب ابنيا دي بتعدي على كتير مننا. اما انت واحد اوبيز قوي بالذات لما تلاقي ريدندنسي حوالين النك كده عنده سليب ابنيا, وسليب ابنيا مشكله كبيره اكتر ممكن من البروتونوريا والكدني والكلام ده. فالقصة مش بقى قصة بروتينوريا, الراجل ده مش هيموت من بروتينوريا, هيموت من حاجات تانية كتيرة ريليتد تو هيز اوبيزيتي. فأنا فاكر عيان كان موربد اوبيز, كان صعب انه ينام على الترابيزة عشان يكشف, يعني دايما يكشف عليه قاعدا يعني, ونيفراتيك, كان بيقضي وقته تيكينج دايوريتكس او ان هوسبيتال فور البومين اند دايوريتكس. اول ما شفته قلت له يور disease is related to obesity. Go and treat your obesity. طبعا impossible. عيان الفري اوبيز ده ما تقوليش هيا دايت ولا اكسرسايز. ده عاوز بارياتريك سيرجري. فالعيان انا قلت من الاول كده انه باي تايم ابتدى الكرياتين يعني او هايبرتنشن يزيد. فانا قلت له الممبرنس ممكن تعمل كده. انما اكتر من الممبرنس اللي كان هيفي بروتونوريا. كان بيجيب 20 جرام. انما اكتر منها هي الاوبيزيتي ككوز. العيان ده كان بقى ديتيريتد قوي, بحيث انا قلت له دو بارياتريك تو ليف اس ساتش ورث ناثينج, يعني يو هاف تو ليف, يعني كان انتراكتابل ديفيكولت لايف. سو هي ديد بارياتريك, وهو هيلاكي اناف انه الكركين بتاعه كان 3.5 وكان متزايد بقى, يعني 1.5 2.5 3 كان زايد زايد بقى, والهايبرتنشن مش عارف اظبطه, والبروتينوريا فراستريتنج يعني. فهو التقى جراح شجاع يعني وتخدير شجاع وجالي هديد بارياتريك. خد بالك ما هو برضو اوبيزيتي لمده طويله ما تقوليش عن بارياتريك هيبقى سمي رفيع البروتين هتروح وكده ترجع نورمال. نو هو في دامج حصل, ما هو هايبر اسمه هايبر فلتريشن انجري, في دامج حصل الريفرس. وحتى مش كده وبس, انت تتوقع ان الكرياتين بتاعه هيبقى برضو بروجريسيف. العيان ده المهم وزن نزل كويس جدا 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 جدا, اصبح مور ليس بروتونوريا فري بعد ما كان بيقضي وقته في المستشفيات البومين, ما عادش بياخد البومين, ما عادش بياخد دايريتك, ما عادش عنده اديمه, هي لوست ويت بطريقه ما تعرفوش. الكرياتين ما اقدرش اقول انه اتليست كان الكيرف طالع, ما اعرفش هيوصل فين, وصل اند ستيج, واذا ده خش فور دايز مش هيبقى دايز, مش عارف انه دايز, انها ابتدى يبقى بلاتو زين ات وينت داون بعد ما كان وصل 3.8 او 4 ابتدى ينزل, وصل 2.8 2.1, وقف عند 1.8 1.8 ده هو ايه الريفرسبل بارت اوف دامج. فايس obesity, morbid obesity, I will be very reluctant. I will not do biopsy for him. وجه كل جهدي ان انا هدي anti-proteinic measures واقنعه ان يعمل bariatric surgery. تمام. يعني regarding morbid obesity فعلا هيبقى في difficulty اللي اذا كان عندي compelling indication, يعني مثلا عملت سيرولوجي وطلع لوبس نيفرايتس بقت قصة مختلفة. قصة تانية. لكن صب نيفروتيك في غياب بوست اوف سيرولوجي يؤكد ان ده immunological disease, no need at all ان انا اعمل بايوبسي. وطبعا في حاجات تانية زي ما انت نبهتني, يعني انت قلت لي نقطة كويسة, افرض عنده لوبس سيرولوجي اوكي اي تريت هيم از لوبس, بات تيك كير الموربيديتي بتاعت العيان ده is number one from obesity, number two from lupus. وبرضو when you give immune suppression in obese patient like this الموربيديتي بتاعتها تبقى اكتر. انها برضو في حاجة تانية بتدور على ايه, طب ما انا عمل anti-fusionabase A2 ممكن anti-fusionabase A2 اشخصه endobasic membranes, انما again هقوله ان انت عندك 10 جرام بروتينوريا اوكي 6 منهم من الممبرنس واربعة من الobesity, هديك immune suppression في الobesity دي النيمونيا والديبتي وحاجات ده تبقى اكتر. لا انا بتكلم على المورمد اوبيز والصاب نيفروتيك, حتى لو هو انت فصل اوبيز بوست انا مش هعمل له بايوبسي, لكن هعمل بايوبسي لما جاستيفاي. يمكن هنا تكنيكال بوينت لما العين يبقى البودي ماس اندكس بتاعه معدي جامد
وبفكر اعمل بايوبسي الالترا ساوند ممكن ما يبقاش هو السوليوشن، لان ساعات ممكن ما يشوفش الكلى بالالترا ساوند، ساعتها السي تي بيبقى افضل. السي تي مش افضل عشان هو لايف تي. على فكره الالترا ساوند مور سيف كبايوبسي، لان الكيدني بيبقى لايف، البايوبسي لايف. لكن السي تي بيقدر بالابره يوصل للمكان الكيدني العميقه اللي هو في الاوبيس بيرسون. هنسيب الاوبيس بيرسون ده وهنتكلم على السؤال اللي موجود قدام حضرتك على الشاتنج ده يا دكتور محمد. When to restart aspirin and warfarin؟ حضرتك السؤال اي سي بايوبسي حضرتك وقفت رجعهم امتى؟ تقصد ما هو اصل انت بتقول لي انتي كواجيليشن ده هي لها معنيين. انت المعنى انا فاهم ان انت قصدك انت ترجع، انها برضو انت ادي انتي كواجيليشن فعيان نفروتك، مش تقصد ده برضو؟ لا 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 لا. انت تقصد هنا بقى اوكي. طبعا عارفين انت بتيجي بتوقف الوارفرين مش كده، وتخش بكنيكسان تمام. الاسبرين يمكن هنقولها لوحدها، الاسبرين توقف ولا ما توقفش دي كان زمان لازم اوقف واستنى 7 ايام او 9 ايام فور اسبرين، 5 ايام فور كلوبيدوجريل. انما برضو في راي ممكن ما توقفش، ان يو كان دو بايوبسي ويز وان ستيكينج اسبرين سو فار ات از سترونج انديكيتد. انما ات از عموما بايوبسي از انكتيف، مع انها مسموح انك تشتغل بالاسبرين، انما احسن انك توقفه واستنى فتره ثم ان انا اي دو بايوبسي. ده الاسبرين. واستعيده امتى؟ بص الاسبرين هستعيده بعد ما اتاكد ان عاده بنقول عيان ايه انطلق في حياتك بعد قد ايه؟ بعد 48 ساعه مش كده؟ بينطلق في حياته يعني بيجي يروح ويجي ويشيل ويشتغل، فممكن استعيد الاسبرين ده بعد 48 ساعه 72 ساعه. ده الاسبرين. لو جيت تقول لي بقى ان الماريفان، برضو الماريفان عشان يشتغل بياخده بتاع يومين او 3 ايام، ممكن 48 ساعه 24 ساعه بعد البايوبسي ابتدي ادي الماريفان بتاعي. الكليكسان بعد 24 ساعة ممكن ابتدي ادي الكليكسان بتاعي. انما في نقطة معلش، ما برضو اكسبيرينس يمكن سؤال ما اطرحش، لان ساعات انت ما بتشتغل كتير وشوف حالات كتير، ادي انتيكواجيليشن ولا ما اديش؟ طبعا احنا عارفين كون بيكون في هايبوالكومينيميا وهيبي بروتينوريا الريسك وديفيتي موجود، وبالتالي لازم تدي كانتو اجنت طالما ان السيرم البن بتاعك واطي. واطي يعني قد ايه؟ بعد تحت 2.5 تحت 2 ادي لازم تدي انتيكو اجليشن. يمكن ساعات الواحد يقول ايه ام شور عنده ساعات باخد سترايد ريميشن ونوكر، برضه انتيكو اجليشن بالذات ريسك، بالذات لو العيان بتاعك هايبرتنسيف وما هوش ان هوسبيتال وكان اولد ايج. فساعات تقول ايه يمكن حصلت معايا كم مره ده امكن ان انا ادي ماريفان او ادي انتيكو اجليشن لعيانين هم سيفير نيفروتيك هايبو انكومينيميك دول. ما تتراخاش في الحته دي. يمكن انا فاكر كم مره حصلت معايا مره او مرتين قلت ايه واضح ان ده مينيمال تشينج او ايرلي فوكال، وعين هياخد ايميل سبريشن او هي ريسبوند رابيدلي. هي ريسبوند رابيدلي يعني البروتينوريا وين جو داون اند سيرم البن وين جو اب، سو ممكن اهرب حته الانتيكو اجنت. انما تفاجئ العيان جاي لك في الفيزيت بعدها جاي بيعرق بالديفيتي، فما تتسهلش مع الانتيكو اجنيشن سو فار ان هيفي بروتينوريا وهايبو البنيميا بالذات في الممبرن في المينيمال تشينج. طبعا انا بشكر الدكتور صبحي، هو بيوضح نقطه مهمه جدا يمكن كنا بنخاف منها. يعني انا كنت لفتره طويله جدا اخاف ادي انتيكواجوليشن للنيفروتيك، لكن طبعا زي ما حضرتك قلت ممكن يبقى العين يجيب رينال فين ثرومبوزس، يجيب دي في تي، يجيب مشكله كبيره جدا. فانا هنا يعني بيحضرني بروتوكول في احد الجامعات الانجليزيه اطبقه في النيفروتيك، وكان يعني جزء كبير منهم ممبرنس نيفروباثي بيشتغل دايناميك. انا بتكلم وقت على البروفلاكسس وليس تريتمنت، بروفلاكسس للدي في تي وثرومبوز. القلب من تحت الاثنين انتيكواجوليشن، اتحرك من 2 لـ3 الانتيكواجوليشن تقف ويخش اسبرين كانتي بليتلت. القلب من عيله فوق 3 ما دام البيشنت امبلنت وقف للاسبرين ولا الانتيكواجوليشن. فيري ايزي سمبل بروتوكول دايناميك. العيان وقفت وحصل له ريلابس، القلب من تحت الاثنين رجع الانتيكواجوليشن 2 لـ3 اسبرين وهكذا، يبقى دايناميك صعودا وهبوطا. نقطه البرياتريك سيرجري هنا في سؤال اهو على المورفيد اوبيز،
اند لوبس نيفرايتس. احنا مش هنكلكع الامور قوي طبعا. لو موربد اوبيز ولوبس نيفرايتس يمكن افصل لها تريتمنت يمشي مع الاوبيزيتي واختار السكند لاين تريتمنت واقلل الاسترويد. يعني هاجتهد في القصه ديت وهعالج اللوبس وبعد كده افكر في باريتريك سيرجري، لان انا من الناس الادفوكيتنج الوقت بعد الداتا الاكيوميليتنج للبارياتريك سيرجري في الموربيد اوبيس، وخاصه اللابروسكوبيك سليف جاستريكتومي افضل كتير جدا من البايباس بتاع زمان اللي كان معاه مشاكل كبيره. انا بتقال لو فتحنا الاسئله القصه لن تنتهي. احب اخد من الدكتور طارق طنطاوي تعليق ونقفل البرزنتيشن ان شاء الله. دكتور طارق كل سنه وانتم طيبين، وسعيد جدا ان انا اسمع استاذنا الدكتور محمد صبح النهارده، والمحاضره طبعا كانت انستريتيف جدا، لكن طبعا فيها كم كبير جدا من المعلومات هيفيد الناس كلها. لكن في نقطه مهمه جدا، اور ديلي براكتس، الرينال بايوبسي از ان انفيزيف تكنيك، وانا شايف ان المفروض يبقى في كونسنت، وزي ما انا بقول للمريض بتاعي انا محتاجها از تول اوف دايجنوزس وهتفرق معاك كتير قوي، لازم برضو في نفس الوقت اقول له والله ده ممكن يبقى فيها بعض المخاطر زي كذا وكذا وكذا. دي نقطه، لان احنا عاده القصه تبقى الكلام قليل وشورت قوي، واعمل لنا رينال بايوبسي. طبعا المريض بيخاف، وواحد تاني بيقول له لا انت مش محتاجها. احنا لازم نوحد اللغه بتاعتنا، انا امتى هكون ديسيسيف جدا ومحتاج البايوبسي وامتى هكون ريلاكتنت. ده نقاط مهمه. احنا بنشوف حالات قبل كده مع الدكتور حسين، حالات كرونيك بايلونفرايتس واضحه وكلير، وانا كويس قوي ان حضرتك قلت ما نعملهاش، وناس بتعمل رينال بايوبسي ليه. على العكس حالات لوبس او حالات في عندي اكتيف يورينال سيدمنت او الرينال ديكلاين مش ماشي مش ماتشد مع الاندرلاينج تيولوجي اللي هو معايا، وانا ريلاكت ان اعمل بايوبسي وانا بضيع فرصه. حالات الاسترويد ريزيستنس، الابيوس في استخدام الاسترويدز، طب احنا كده هنشتغل معاك بانوم سبشن، ولو جاب نتيجه يبقى انا بطل، انا عالجتك من غير اعمل بايوبس وبخلي العين يفقد حته مهمه جدا. وانا سعيد ان اتعمل في حضرتك الدراسه بتاعه 1988 ان حضرتك عملت بايوبسي ايفن للسي كي دي وشخصت حالات اوبزالوزس وفابريز ديزيز. الكلام ده كلام مهم جدا لو احنا بندور على الفيوتشر بلان، لو احنا الراجل ده هيعمل ترانسبلانتيشن زي ما انت بتقول، لو في فاميلي هيستوري في العيله انا هنبدا ناخد البروكوشنز بتاعتنا. محاضره ممتازه ممتازه ممتازه، وانا شخصيا حاسس كده بعبق الخبره، ومش مجرد كلام مرسل بس، ده كان في خبره كمان حضرتك نقلتها، وانا سعيد جدا بالمحاضره بتاعت حضرتك معانا. اسمح لي يا دكتور طارق، انا عاوز احييك على تعليقك، لانه الكونسنت مش رفاهيه. لو ما خدناش كونسنت من البيشنت، ويمكن انا ليا محاضره موجوده على اليوتيوب انفورمد كونسنت. الكونسنت مش ما بصموش او مضيع على ورقه اقول له انت هتعمل عينه وخلاص، ده لها باجب على 5 اسئله. ايه؟ طب ايه العينه واعملها ازاي، وايه الانديكيشن، والانديكيشن ده هل ده دايجنوستيك هتجايد المانجمنت ولا بروجنوستيك، ولو بروجنوستيك من حقه يقول اه ولا، ولو دايجنوستيك من حقه يقول اه ولا. وبعد كده لازم اقول له البريكوشنز، ولازم اقول له الكومبليكيشن الدكتور محمد قالها، وبعد كده بقول له ان احنا خلال خبرتنا ما عندناش مشاكل ذات شان وبنعمل كذا. وانا عاوز اقول على حاجه، البايوبسيس اللي بتعمل على كاجواليتي يعني العيان يعملها وجري على البيت محفوفه بالمخاطر، فان ما كنتش اعملها واخد البريكوشنز. انت عارف انا عاوز اقول لك حاجه يا دكتور طارق، انا يمكن بنقول العيانين ايه وهو خارج من المستشفى، ارجوك ما تشتلش شيله تقيله لمده اسبوعين، لان انا البايوبسي ان ا فيري سمبل وورد دي عمليه جراحيه تمت. انا خدت في التيشو الصغير خالص ده ارتري وفيزلز وتيشوز وبتاع وحاجات زي كده، فممكن العيان اعمل له بايوبسي وابقى راشنج في خروجه وما انصحوش كويس، والكلام ده كله ايثيكال يا دكتور طارق. ممكن يجي لي بعد كده بهيماتوما والهيماتوما افقد كدني، فالقصه مش هزار. ويمكن الدكتور ناجي عبد الهادي قبل كده قال ان في بعض الحالات دايد بسبب البايوبسي، رغم ان ده في الليتريتشر فيري فيري رير، ان يعني 1 كل 10,000 ولا رقم كده قليل جدا مورتاليتي. لكن لو اتعملت من غير البريكوشنز، من غير ما نبقى عارف ان دي انفيزيف مانوفر، ويمكن ده يرجعني تاني على موضوع الاسبرين. يس الوقت الاسبرين مش بالضروره يقف
لو البيوبسي كريتيكال انديكيتد بس الاسبرين اللي هو الدوز القليله انت بليتلت تبقى معموله كوشس باكسبرت هاند وابقى واخد كل البريكوشنز بتاعتي والعيان لابد ينام في المستشفى. احنا تيبيكالي هنا مع مثلا في الاكسبيرينس بتاعتنا 24 ساعه اتليست 8 ساعات ما يتحركش لانه الريسك يعني ساعتها انا بعمل انفيزيف يعمل مشكله كبيره. انا طبعا لو فتحت الدسكشن لن تنتهي. وليه؟ لان احنا معانا الدكتور محمد بالخبره العريضه اللي تقريبا الوقت اكتر من 45 سنه خبره في النفرولوجي، فاحنا فعلا محظوظين. وانا بقول هذا الكلام ليس نفاقا ولا ان الدكتور محمد معانا موجود، احنا محظوظين جدا في المنصوره ان كان معانا الدكتور محمد صبح. والنهارده يمكن كان بيتكلم على البيوبسي برضه من القابل المحترم جدا المتميز انه الدكتور صبح كويند مع الدكتوره فاطمه وانشاوا النفروباثولوجي من ايام ما كانش حد عارف يعني بيوبسي ولا التكنيشن عارف يعني ايه مايكروتوم ولا يقطع 2 مايكرو ولا الكلام ده. فبالتالي احنا مع خبره عميقه جدا واعتقد كانت جاليه جدا في الاكسبيرينس اثناء البرزنتيشن. بتفق معاك يا دكتور طارق وبشكر كل الساده الحضور معانا النهارده. دكتور محمد هيعلق وبعدين انا اقفل الميتنج. تاريخ اعمال التاريخ. طيب يعني هتقولها لنا طيب. يمكن وصلنا كده حتى بس ساعات التاريخ ساعات بقى كويس صح بيقول الناس انا عواجيز يعني انما سميها تسليه يعني. انما احنا عاصرنا اشياء كثيره قوي. يمكن تيجي تقول لي زي ما دكتور حسين هو حقيقي قبل ما انا ودكتور فاطمه نبتدي قصه النفرولوجي والباثولوجي كان النفرولوجي في مصر عباره عن فيتامين دي حقن فيتامين دي وجلوكوز وانسولين. كان في مكان غسيل ايه في المنصوره كلها كان هما كانتين مثلا يعني. في الاجواء دي انا ما رحت علمت الكلام ده في كندا من شرط نايم فتره كندا فاطمه تعلمتني نفرولوجي باثولوجي في كندا. كنا بنعمل بايوبسي ازاي يمكن فور للتسالي يعني. كان عشان نعمل بايوبسي عيان ما كانش لسه مركز كده انشا كنا في اسم 4 فده اسم 4 مسالك كنا كنت بشيل اسم 3 امراض بطنه. فجاي عيان مورم يعني نفروتك خد بالك في كلام ان انت بتعرفوه دلوقتي ما كانش موجود يعني ماشي. فكون ما كانش في الترا ساوند ما كانش لسه حاجه اسمها الترا ساوند. فكنا بناخد العيان الجهاز الهضمي عندهم حاجه اسمها سي ارم بتاع السي ارم بتاع اللي بيعمل عليه بتوع عظم بتوع عمليات ده. ناخد العيان من مستشفى الجامعه للجهاز الهضمي ينام طبعا باتفاقات ودبلوماسيات ومقابلات كده حاجات كده عشان ناخد عنه نعمل بايوبسي هناك. والعيان ينام على السي ارم ماشي ينام على بطنه المخده وناخد بلين اكس راي وبالاناتومي بنجيب ابره جايد نيدل. انا دلوقتي قصد اللور بول بخش بابره سباينال نيدل كده على اللور بول وانزلها لغايه ما زي ما انا متوقع في اللور بول واسيب الابره لوحدها واشوف العين باخد انسبريشن فالابره تبقى راحه جايه. ده كان الجايدنس بتاعنا بين اكس راي وابره كده. وبعد كده الابره دي بخش موازي ليها ان ترافينول تروكات بايوبسي ما كانش في حاجه اسمها جن وكنا ناخد البايوبسي بالسيناريو ده. فاقصد ان احنا عايشنا فتره وعشان تجيب بقى العيان واخد منه كات كانت طبعا الابره اتخن من الجن دلوقتي الابره رفيعه وكنا بناخد 1 اور 2 كور وكنا بنفذ الكلام اللي بنقول ده جنب الباثولوجيست اللي فاتنا موجوده ومعاها عدسه وتبص وتقطع. فالقصة كانت زمان مزعجة وفيها ريسك كتيرة وكنا بنأديها. أنا أقصد بعد كده تاريخيا ابتدى يظهر الألترا ساوند جايدد بعد كده السي تي جايدد بعد كده الجن ابتدى تبان بعد كده ابتدى الإلكترو مايكروسكوبي. ده التاريخ بتاع البيوبسي يعني. انا يعني مش عارف اقول ايه بصراحه يعني. شاكر جدا الدكتور اسلام عاوز يعلق. دكتور اسلام اتفضل. دكتور اسلام السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ الافاضل. بشكر جدا دكتور محمد ودكتور حسين المحاضره المفيده جدا جدا. تمام. كان بس سؤال بسيط
يعني في السيستميك لوبس يعني الانديكيشنز المعروفه بروتينوريا اكثر من 500 ملي جرام. حضرتك يعني في نقطه البروتينوريا اكثر من 1 جرام، هل ده يعني لو العيان ما عندوش ريسك فاكتور او انا اكسكلودد سيستميك لوبس؟ الحاجه الثانيه انا هاجب عليه، يعني اللوبس يعني انا يمكن في الامريكان دروج سامعني يا دكتور اسلام، يمكن عمل له ميوت، يمكن في كور كوريكولم في الامريكان جورنال اوف كيدني ديزيز في الابديتد مانجمنت اوف لوبس نيفرايتس، وعندنا لقاء ان شاء الله اعتقد الثلاث اللي جاي مع دكتور علي شندي هيتكلم على المانجمنت اوف لوبس نيفرايتس. احنا المفروض ثريشولد البايوبسي في اللوبس نيفرايتس يبقى على القليل خالص، يعني في جايد لاينز مختلفه، ناس بتقول نص جرام وناس بتقول جرام بروتينوريا. انا بقول لك نص جرام ده كافي جدا للانديكيشن البايوبسي، بحيث يبقى عندنا بيز لاين بايوبسي وبعد كده تجايد تريتمنت، يبقى اللوبس استثناء من قاعده السب نيفروتيك او ال1 جرام اللي الدكتور محمد قال عليه. عشان كده بيبقى مهم قوي قبل ما اقول ده يعني اسيمتوماتيك بروتينوريا اعمل السيرولوجي اللي في ايديا النون انفيزيف ميثودز، بحيث اتاكد ان انا ما عنديش لوبس، بحيث ان ده لو اللوبس نص جرام هعمل بايوبسي. صحيح التريتمنت يعني ساعات بتفاجئ بحاجات غريبه، يعني في حالات مثلا مايكروسكوب ماتوريا، رغم ان ده برضو حاجه برضو فاريبل والبروتينوريا اهم، لكن ممكن تلاقي كلاس 3 لوبس نيفرايتس في الباثولوجي، لان ما فيش كلينيكو. يعني احنا حضرتك كان الدكتور صبح بزمان وانا نايب كان بيدرس لي حاجه هاو تو بريدكت الباثولوجي كلاس من اليورين اناليس، فكان يقول لو في كذا يبقى كذا. القصه ديت مش 100% بيرفكت، فعشان كده البايوبسي هو الجايدنج تريتمنت. يعني انا لو لقيت بروتينوريا اقل من جرام ولقيت معايا كلاس 3 لوبس نيفرايتس، هدي تريتمنت اللي هو الدول ثيرابي، وهديه الشورت ديوريشن، مش هديه بقى 6 شهور او سنه او كلام زي كده، واتيبر اسرع شويه، لكن لازم ادي، لانه لو سبت البيشنت الانفلاميشن اللي موجود في التيشوز هاي كالمينيت للكرونيستي. بتقال هنسيب اللوبس نيفرايتس للقاء الثلاث اللي القادم. انا باسمكم جميعا وانا سعيد جدا 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 بهذه المحاضره، وعلى طبعا شوق لتكملتها ان شاء الله يوم الاثنين القادم. باسمكم جميعا بشكر استاذي العظيم الاستاذ الدكتور محمد صبح، ونلقاكم دائما على خير وكل سنه وانتم طيبين. بكره ان شاء الله الساعه 4 العصر هنستضيف الاستاذ الدكتور فيصل شاهين من السعوديه، هيتكلم عن البوست ترانسبلانت دايابيتس. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.